مساء الخير مشاهدينا الكرام اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده والاخيره في عام 2018 لكن ان شاء الله لقاءاتنا بحضراتكم ممتده ومستمره ما بقي في العمر بقيه ان شاء الله دائما على كل خير. حلقه جديده مع الناس نقدم لكم حصادا ايضا واستكمالا لهذه الحلقات الخاصه لسلسله حصاد عام 2018 ربما السكريبت الخاص بهذه الحلقه حافل في اسئله كثيره وموضوعات كثيره ان شاء الله. تنال رضاكم في فقرتين مميزتين ان شاء الله هنركز على ملف الرياضه وايضا ملف المرأه. موعدنا مع الرياضه نتعرف على ابرز الاحداث الرياضيه التي مرت على مجتمعنا ملامح صعود وهبوط النادي الاهلي مسيره نادي الزمالك والمشاركه الغاليه لمصر في كاس العالم رغم الخساره في المباريات الثلاثه وبالطبع الحديث عن مسيره النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي. في فقرتنا الثانية نعطي المرأة حقها في الحديث والمناقشة أيضا وتقديم حصاد كامل لجهد المرأة واهتمام الدولة بالمرأة على مدار عام 2018. كيف نجحت المرأة المصرية في إثبات وجودها؟ ما هي أبرز المكاسب التي حصلت عليها؟ ونتحدث أيضا عن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وإعطائها مساحات كبيرة جدا من اهتمامها. نبدأ كالمعتاد بجولة الأخبار قراءة سريعة لهم وآخر عناوين الأخبار ونبقى قليلا مع بعض الأخبار بشيء من التفصيل ثم نذهب إلى الحصاد السيسي يدعو ملك البحرين لحضور افتتاح مسجد وكاتدرائية بالعاصمة الإدارية المفتي يشيد بقرار الرئيس بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية مجلس الوزراء الموافقة على تقنين أوضاع ثمانين كنيسة ومبنى ليصل الإجمالي إلى ستمائة وسبعة وعشرين كنيسة ومبنى التربية والتعليم تنفي أربع شائعات أبرزها إجازة السبت للمعلمين مصر تحتل المرتبة رقم 38 عالميا في الأبحاث العلمية المنشورة خلال عام 2018. مميش 148 سفينة عبرت قناة السويس خلال ثلاثة أيام. غدا التضامن تبدأ في صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد. الأرصاد غدا طقس بارد يصاحبه رياح مثيرة للأتربة. والقاهرة ثماني عشرة درجة أهلا بكم مجددا نبقى معكم في هذه الجولة الإخبارية البسيطة والسريعة خلونا في الجزء الأول نركز على ذوي القدرات الخاصة بعد انتهاء عام 2018 اللي تم تخصيصه لهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هنشوف تقرير عن البرامج الصحية للاعبين بالاولمبياد الخاص المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان. أقام الاولمبياد الخاص المصري مؤتمره السنوي الاول للبرامج الصحية بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان. شهد المؤتمر الاعلان عن خطه التامين الصحي للاعبي الاولمبياد الخاص المصري خلال عام 2019. احنا النهارده في المؤتمر تكريم الاطباء والصيدله والمستشفيات اللي بيساهموا معانا في برنامج الكشف الصحي على اللاعبين. احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي احنا او الفتره دي احنا بنستعد للمشاركه في الالعاب العالميه الصيفيه. في ابو ظبي ان شاء الله 2019 مصر مشاركه ب 14 رياضه قوام البعثه 103 لاعب ولاعيبه خلال هذا العام الحقيقه قدرنا ان احنا نغطي حوالي 1000 طفل من الاطفال ذوي العاقة الذهنيه بالكشف الطبي الشامل وبعض العمليات المتخصصه سواء في الاسنان او في القلب او في الاذن احنا النهارده بنحتفل بالساده الاطباء والقوافل الطبيه اللي كانت بتقوم برعايه هؤلاء الابطال على مستوى الجمهوريه لان بجد زي ما كنت بقول ان الاولاد دول عشان نقدر نطلع منهم ابطال الابطال دول ما ينفعش ان احنا ندعمهم رياضيا فقط وشويه الاكسرسايز اللي بتعمل دي حاجه مهمه انما دول محتاجين حاله خاصه هم محتاجين لدعم نفسي ومعنوي بالاضافه طبعا لدعم طبي آه ابني آه واحد من الناس اللي بتقابل تحديات ومعوقات كبيره جدا لكن انا ما زلت باكد ان الاطفال دي آه لازم هيبقى لها دور اساسي في المجتمع وجزء هام من تنميه او لو احنا عايزين نوصل لمرحله مهمه جدا آه في تنميه الافراد وتنميه المجتمعات الاطفال ذوي القدرات الخاصه ليهم طريقه للتعامل، مش بس دايما احنا عايزين نخدمهم من بعيد من غير ما احنا نبقى ظاهرين في الصوره، لا انا بطلب كل الناس انها تظهر في الصوره. النهارده ان احنا بنعمل مؤتمر سنوي خاص بتفعيل البرامج الصحيه دي نقله كبيره جدا جدا جدا، من خلالها يا جماعه احنا بنوصل شورت مسج لكل الناس اللي في الحقل الطبي والكادر الطبي بنقول لهم احنا بقى عندنا مؤتمر سنوي خاص بتفعيل مجموعه من البرامج الصحيه لاولادنا من ذوي القدرات الخاصه. اولا انا مهتمه جدا بالاعاقه لان العدد بتاع الاعاقه كتير جدا في مصر حوالي 15 مليون 15 مليون دول لازم يبقوا فعالين وسبحان الله لما ربنا بيشيل حاجه بيدوم قدرات اخرى. انا شايف ان لازم نتكاتف كلنا كمجتمع ولو هتكلم من ناحيه انا كرياضي يعني ان لازم برضو الرياضيين والنجوم عامه لازم يشاركوا بكثرة وبقوه في 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 المناسبات دي ويدعموا الولاد دول فعلا يعني كما اقام الاولمبياد الخاص المصري عددا من الكشوفات الطبيه المجمعه على هامش الالعاب خلال العام السابق وكذلك عقد لقاءات للتوعيه مع اسر وعائلات اللاعبين والاهتمام بصحه ابنائهم من ابطال الاولمبياد الخاص المصري تحت شعار بيئة صحية أفضل للجميع. أعتقد إن احنا يعني مراراً وتكراراً من خلال هذه النافذة ومن خلال برنامج مع الناس أكدنا في أكثر من مرة إنه لابد من تغيير نظرة مجتمعنا لهذه الشريحة المهمة جداً في مجتمعنا أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة. الولاد دول عندهم طاقة قوية عندهم ملكات ربنا سبحانه وتعالى حباهم بيها فربما آن الأوان إنه احنا كمجتمع جميعاً نغير من طريقه تعاملنا معاهم، من طريقه نظرتنا ليهم، وفي القلب من المجتمع طبعا المؤسسات المعنيه بانه لازم ندي مساحه اكبر واكبر لهذه الشريحه المهمه في المجتمع. جوله الاخبار في هذه الحلقات الخاصه حلقات الحصاد جوله موجزه ومختصره عشان ندي مساحه اكبر واكبر لضيوفنا الكرام يتحدثوا عن حصاد عام كامل. لذلك الفقره القادمه هي اخر فقره في جوله الاخبار. بعدها ان شاء الله نخرج لفاصل وبعد الفاصل نبدا فقرتنا الحواريه عموما اترككم دلوقتي مع حوار خاص اجراه مراسلنا محمد سلامه مع الدكتور اشرف مرعي امين المجلس القومي لذوي القدرات الخاصه تحدث فيه عن ابرز ما حدث من قبل الدوله والمجتمع المدني خلال عام 2018 تابعوا هذا الحوار ولا تذهبوا بعيدا ان شاء الله بعد مباشره او بعد الفاصل الذي يليه نبدا حوار الحصاد الرياضي في برنامج مع الناس نرصد هذا الأسبوع سلسلة من الحوارات لأهم وأبرز الملفات التي نالت اهتماما في عام 2018، كان أبرزها وأهمها ملف ذوي القدرات الخاصة الذي خصصت له الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 لهم. نسعد اليوم أن نكون في ضيافة الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة لنسأله كيف استفاد ذوي الإعاقة من العام الذي خصصه الرئيس السيسي لهم. وما هي أبرز الملفات والقضايا التي وجدت حلا جذريا لمشاكلهم دكتور أشرف أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة قناة الناس أهلا وسهلا بحضرتك دكتور دعني في البداية أسألك عن ذوي القدرات الخاصة كيف استفادوا من العام الذي خصصه لهم الرئيس السيسي بسم الله الرحمن الرحيم يعني في البداية باسمي باسم المجلس القومي في العاقبة جمول الأشخاص ذوي الإعاقة بنتوجه بالشكر السيد الرئيس عبد السيسي انه لنا عام يعني لتركيز اهتمام الدولة على هذه الفئة اللي تمثل حوالي 11% من المجتمع. زي ما السيادة تخصص قبل كده عام 16 وشفنا الدولة اهتمت ازاي 17 المرأة وبرضه في شغل لتمكين المرأة. أنا بتخيل إن النهارده دي نقطة بداية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم بعد فترة طويلة. يمكن السنة دي إحنا بنشوف إنها بداية والعام ده هو تحريك المياه كده لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم. شفنا أجهزة الدولة اتحركت منظمات المجتمع المدني اتحركت قطاع خاص بدأ يتحرك للاهتمام بهذه الفئة يمكن مش بشكل كبير لمست حاجات كتير على الأرض ذوي الاعاقه لكن هي البداية أعتقد إن شاء الله العجلة بتدور وبإذن الله بعد كده حنلمس يعني حاجات فعلية في حياتنا اليومية نحس بها بهذا التغيير إن شاء الله لكن الحمد لله أن الدنيا اتحركت أخيراً يعني. دكتور كيف قرات رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي القدرات الخاصه اول امس في احتفاليه المناره؟ انا بالنسبه كان في رسائل كبيره جدا وكثيره وذات تاثير من وجهه نظري محليا ودوليا. على المستوى المحلي دي اول مره رئيس جمهوريه يحضر الاحتفاليه لأشخاص ذوي الاعاقه الفتره الطويله دي وأنه عادة متعودين أن السيدة الأولى هي اللي بتعتني بالأشخاص والعقل لكن رئيس الدولة مش مرة واحدة ده موضوع يشار إليه أن المجموعة دي بقت في بؤرة اهتمام الدولة والقيادة السياسية وأعتقد طالما الاهتمام اللي هو الواضح ده بيترجم غالبا لبرامج تنفيذية إن شاء الله تعود علينا بمزيد من يعني التمكين والإحساس بأن احنا مشاركين في المجتمع الحاجة الثانية من وجهة نظري أن في الهجوم اللي بيحصل على بلدنا من انتهاكات حقوق الإنسان والادعاءات بكده من هيئات دولية ده أعتقد رسالة قوية جدا لبرة النهاردة الفئة اللي بنقول عليها أكثر فئة تهميشا الدولة مش نسيها وسنت قوانين خلاص وقرارات أنها تمكننا وحضور رئيس الدولة وما أصدره من قرارات في في الاحتفالية بتاعت أول امبارح ده دليل كبير جدا للعالم كله أن مصر مهتمة بأبنائها كلهم بما فيهم الأشخاص ذوي العقل. طبعا أكيد طبعا. هناك خطط أه واستراتيجيات أه تم وضعها أه من قبل الدولة خلال أه عام ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم أه هذا الملف، ما هي هذه الخطط والاستراتيجيات التي أه وضعت؟ هو رئيس لما اعلن في 17 18 هيكون عامل اشخاص العاقة احنا تواصلنا مع مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء بالنسبه للمجلس بتاعنا يتبع اسم مجلس الوزراء. فعلشان نبتدي نتواصل مع الوزارات المختلفه ونشوف هم ناويين يعملوا ايه وحطينا اطر يعني احنا كمجلس حطينا الاطار العام يعني مطلوب من كل وزاره تعمل ايه وتدينا مؤشرات ايه وتكلفات تقديريه ايه عشان الداتا دي تساعدنا في بناء استراتيجيه مصر بعد كده جاتنا ردود من بعض الوزارات هتعمل ايه في السنه دي وجاتنا ردود هتعمل ايه على مدار الفترات الجايه بشكل مبدئي فاحنا شفنا بعض الوزارات بدات تشتغل في هذا الموضوع واعتقد ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه دي باذن الله بنبني لاول مره استراتيجيه وطنيه للاشخاص للاشخاص ذوي الاعاقه او للاعاقه. ان شاء الله الاستراتيجيه طبعا بتاعتنا لازم تكون متسقه مع استراتيجيه مصر 2030 وماشيه مع الاس دي جيز الاهداف النائيه للامم المتحده. وبننزل من الكلام ده بمجموعه من البرامج والانشطه اللي بينافس خلال فترات زمنيه محدده كل وزاره في اختصاصها واحنا بنقدر نقول لما تحط الاهتمامات او البرامج المقترحه ما يحصلش اوفرلابنج ما بين وزاره ووزاره لما بنقعد كلنا مع بعض ما فيش وزاره تعمل مثلا مراكز تاهيل وناحية الثانيه بتعمل مراكز تاهيل. ما فيش حد يتركز مثلا في العمل والناحيه لازم ننسق الجهود وده اللي بنطلع بيه باستراتيجيه وطنيه لها خطط زمنيه ان شاء الله. كيف ترى اللائحه التنفيذيه لقانون ذوي الاحتياجات الخاصه التي الذي اصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؟ اللائحه التنفيذيه لمشكورا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو في نفس الوقت رئيس المجلس القومي لشؤون الاعاقه. هي عباره عن تفسير للاجراءات المفروض الشخص ذو الاعاقه يتبعها عشان ياخد حقوقه اللي في القانون. اللائحه يعني طلعت بعد طول انتظار من جموع أشخاص ذوي الاعاقه واعتقد ان دي كانت فرحه كبيره جدا في نهايه 2018 عشان يبداوا يفعلوا القانون او الحكومه تفعل القانون خلال تنفيذ اللائحه والناس تقدر تاخد حقوقها. بالمناسبه انا بوجه لسيادته وخلص الشكر ان هذا الموضوع كان محل انتظار كثير. كانت هناك أزمة تواجه ذوي القدرات الخاصة في مشكلة العمل والتوظيف كيف عمدتم على حل هذه المشكلة؟ كلام حضرتك مظبوط الموضوع ده يعني كان مشكلة كبيرة أي حد بيدور على شغل والأشخاص ذوي الإعاقة للأسف طبقا للتقارير الدولية يعتبروا في كثير من الدول من أفقر فقراء العالم فعلشان نوظف حد للأسف إحنا كان عندنا مفهوم سلبي عننا إحنا مش قادرين نشتغل احنا محتاجين عطف ونقعد في البيت ما نتعبش نفسنا وكان في ماده في قانون رقم 39 75 اللي بتقول لو في منشاه 50 عامل في اكتر بيشتغل فيها 5% منهم لازم يكونوا معاقين لكن كان البينالتي ان الواحد ما يلتزمش بيها كصاحب عمل 100 جنيه غرامه او كان بعض الناس تستوفي ويجيب الشخص وبعدين تديله فلوس خليك في البيت يا إيه اما مش مقتنع يقول لك لا والله مش هجهز المكان عشان واحد القانون الجديد ده طبعا كانت مشكله. القانون الجديد رقم 10 2018 بيغلظ العقوبه وبيدي مميزات لصاحب العمل اللي بيزود النسبه كمان عن 5%. فاعتقد ما حدش هيقدر يعني يتجاوز هذا القانون. جنب القانون احنا دلوقتي فتحنا فرص للتدريب من اجل التشغيل وتدريب على اقامه مشروعات صغيره ما متاحه قبل كده بالتعاون مع وزاره القوى العامله بشكل خاص. أه وبرده في الشغل ان شاء الله بيحصل مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره. اعتقد كمان ان الموضوع بتاع أه أه ان احنا بنتابع كمجلس وجمعيات المجتمع المدني كمجلس لهذا الموضوع ان شاء الله هتقدر توجد فرص عمل لكتير من الاشخاص ذوي العقل اللي هم فعلا عندهم طاقات بس للاسف ما بياخدوش فرص تدريب يعني كنت بقول دايما ممكن تلاقي مجموعه من الشباب رايحين فرص تدريب وتيجي مثلا الشخص العاقل لو حب يروح يلاقي في حواجز بيئيه تمنع أنه يروح سلالم كتيره او مثلا التدريب ما يذهبوش كواحد عنده اعاقه بصريه او كده الحمد لله وزاره الاتصالات شال في الموضوع ده وزاره القوى العامه اشتغلت في الموضوع ده جهاز تنميه المشروعات احنا معاه ان شاء الله في الموضوع ده وهيئات يعني اهليه كتيره بتشتغل في بكره ان شاء الله يكون افضل. ابرز القوانين يا دكتور اللي سنها البرلمان وحضرتك شايف انها دعمت ذوي القدرات الخاصه في البلد وهل هناك قوانين اخرى يحتاجها ذوي القدرات الخاصه والقانون 10 2018 للسياده الرئيس يعني أقره في فبراير السنه دي كان طبعا اصدره ووافق عليه المجلس النواب في ديسمبر 2017 وده اول مره في مصر يبقى يعني في قانون يشمل حقوق اشخاص ذوي الاعاقه في كل المجالات دي نقلة كبيرة جدا للموحد عارفين مجال الإعاقة بشكل عام ما تقدرش تاخد حقك إلا لما يكون عندك مرجعية قانونية. إحنا ما كانش عندنا المرجعية القانونية دي عشان ناخد حقنا خالص. كان بيبقى تفضل من مسؤول. لكن القانون ده بمقارنته كمان بقوانين كنا إحنا شفناها واشتغلنا مع زمايلنا في بعض الدول العربية على القوانين بتاعتهم قانون مميز جدا. فإحنا إنتقلنا من لا شيء إلى الحمد لله حاجة كويسة جدا محترمة. ده قانون. القانون الثاني انشاء المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي وافق عليه بشكل مبدئي يوم السبت اللي فات البرلمان. ده جهه الرصد وجهه التنسيق وجهه المدافعه عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه الجهه الحكوميه. ده برضو نقله كبيره اللي هو المجلس بتاعنا بس بقى هيبقى منشا بقانون مش بقرار وزاري او قرار رئيس وزراء زي الوضع الحالي، فده بيدي قوه وبيقول من الدوله احنا مهتمين بهذه الفئه اهتمام كبير اعتقد ان شاء الله مع الممارسه هنشوف اذا يعني كنا محتاجين حاجه اضافه او كده في القوانين ولا لا لكن لازم نجرب وانا بعتقد دي نقله كبيره حاجه تانية ان القوانين الاخرى زي قوانين الطفل وقوانين في المراه وقوانين في العمل وقوانين الخدمه في المدنيه فيها مواد بتحمي حقوقنا برضو فانا اعتقد في حزمه القوانين دي ومع التطبيق ان شاء الله هيبقى في حاجات كتيره مستوفاه ولو ما فيش ان شاء الله نتقدم للبرلمان حاجة ان شاء الله. كيف كان شكل التعاون بين المجلس والوزارات المختلفه في العام الذي تم تخصيصه لذوي القدرات الخاصه؟ احنا عندنا تعاون يعني جميل جدا مع كافه المسؤولين في الوزارات والمحافظات المختلفه وانا بالمناسبه دي في نهايه يعني 2018 بحب اوجه لهم كيف يعني شكر جزيل جدا جدا على تعاونهم لصالح ولادنا واخواتنا ذوي الاعاقه. انا اذا سمحت لي ادي بعض الامثله لان انا بعتز جدا بيها تعاون كبير جدا مع وزاره الانتاج الحربي بقياده الدكتور محمد العصار مشكورا يعني عملنا بعض الحاجات الرافعه اللي بتخش او يعني ممكن تستخدم في المواصلات العامه ركبنا نموذج عندنا تبرع بيه احد رجال الاعمال في الميكروباص عندنا وبالتنسيق مع سيادته ووزاره الانتاج الحربي ممكن ان شاء الله يتم تم تصنيعه في الانتاج الحربي عشان لو السوق عايزه يقدر يتركب. موضوع تصنيع كرسي متحرك لأول مرة يعني كرسي محترم جدا في مصر. كرسي يدوي غير اللي بيتوزع فاحنا عاملينه عشان يعني يبقى فيه بديل كويس وجيد وديورابل خلاص يعني طويل المدى ويستحمل بدل اللي بيتوزع. ده إن شاء الله برضه يتعامل مع إنتاج الحربي. الحاجة الثالثة مؤخرا اللي هي تصميم سماعة أذن وتصنيع سماعة أذن لضعاف السمع. ودي بتكلف مصر كتير جدا والولاد يعني تكلفتها عالية جدا عليهم فده برضو من أحد أشكال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي واللي بشكرها مشكورة شكر كبير مع وزارة الاتصالات كان في شغل كبير جدا إن إحنا بننقل احتياجاتهم ونديها وزارة الاتصالات عشان استخدام التكنولوجيا في إنشاء أو تصنيع وابتكار تطبيقات تساعدهم في حياتهم في تعاون كبير مع وزاره الاوقاف لتنميه الوعي الديني للمعاقين بشكل خاص تيسير دخول المساجد والحصول على المعلومه سواء مسموعه للاخوان المكفوفين او من خلال لغه الاشاره اللي احنا بنوفرها للمترجمين والضعاف السمع آه في شغل كبير عاملين مع وزاره الدفاع لتوفير معارض لمنتجات الجمعيات أشخاص الاعاقه اسبوع من كل شهر في دور ونوادي قوات المسلحه على مدار سنه مش بس يعني فترة وتعدي إن شاء الله تستمر بعد كده شغل مع التربية والتعليم في إصلاح منظومة الدمج وتطويره شغل مع وزارة التعليم العالي في توفير برامج تدريب وعمل مراكز في كل جامعة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب ذوي الإعاقة وكمان في مسابقة لأفضل مشاريع تخرج السنة دي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات محددة إن شاء الله هتعلن نتيجتها في شهر أبريل عاملين يعني شغل برضو مميز مع الهيئه الانتخابات الحمد لله تم في انتخابات الرئاسه السنه دي 2018 وفي حاجات بنعملها ان شاء الله مع بعض لاعداد كوادر من الاشخاص ذوي العاقة لخوض انتخابات المحليات. فيعني يعني شغل متعدد القوى العامله عملنا شغل معاهم كتير في برضو تثقيف المجتمع العمالي باهميه ودور الاشخاص ذوي العاقة في العمل. وازاي تهيئه بيئه العمل وازاي نتيح فرص تدريب معاهم للاشخاص ذوي الاعاقه واخيرا مع وزاره التخطيط برضه حاجات عاملينها لتوعيه يعني مجتمع العاملين بالحكومه باهميه مشاركه الموظفين ذوي الاعاقه وتيسير بيئه العمل عشان نستوعبهم يعني دي نماذج سريعه اللي تحضرني دلوقتي يعني ما الخطط والاستراتيجيات التي يعكف عليها المجلس لذوي القدرات الخاصه في مصر احنا اختبرنا 2018 هي البداية وبإذن الله بنكمل في تفعيل اللايحة ومتابعة التزام الوزارات بالموضوع ده ده على المستوى المحلي ده شيء يهمنا جدا بالذات موضوع التعليم والعمل ده يهمنا جدا جنب بقية المجالات والحاجة الثانية على المستوى الدولي احنا الأول مرة مصر تعد تقرير عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عشان نقدم في لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده. احنا تاخرنا عشر سنين في هذا الموضوع لكن الحمد لله احنا انجزناه. فاحنا على المستوى الدولي كمجلس بنشتغل يعني نطرح الصوره الايجابيه لمصر باهتمامها بابنائها فعلا من ذوي الاعاقه لان ده بيبقى معانا قوي في حاله حقوق الانسان بشكل عام في مصر وكمان احنا بنشتغل مع افريقيا مع الاتحاد الافريقي في هذا الموضوع. بنوطد علاقاتنا في حاجات هتحصل في مصر قريب ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله ده. آه اخيرا دكتور في آه اليوم العالمي لذوي الاعاقه آه ماذا تحب ان تقول في السنه دي 2018 كان آه شعار الامم المتحده تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه وضمان مشاركتهم والدمج فانا بقول لي يعني اخواتي وابنائي ذوي الاعاقه ان الايام دي احسن بكتير من قبل كده واللي احنا بنشوف الايام دي بيؤكد ان احنا ان شاء الله في مسار صح لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه ودمجهم في المجتمع بشكل حقيقي مش بس يعني شكلا قبل كده كنا بنتكلم ونبقى بنناشد ويجي لنا صدى صوت دلوقتي لا بنسمع رد فعل ايجابي فتفائلوا ببكره واشتغلوا واظهروا مهاراتكم ونموا قدراتكم عشان احنا في توقيت جيد جدا لتمكيننا من حقوقنا ان شاء الله. رساله من كلمتين يا دكتور لذوي الاعاقه في مصر. اقول لهم طلعوا ما لديكم من قدرات لخدمه بلدكم وان شاء الله انتم قدها إن, ان شاء الله. وفي النهايه بشكر يعني كل من تعاون معنا وعلى راسهم السيد الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي بشكركم جدا. شكرا كده يا دكتور. شكرا شكرا وبالتوفيق دائما. الله دا. يبارك فيك. شكرا شكر شرفتوني. أهلا بكم من جديد ساعات قليلة تفصلنا عن بداية عام 2019 نتمناه عاما مليئا بالكل الخير والبركة والسلام والمحبة للعالم أجمع عام 2018 كان مليئا بالأحداث الرياضية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم بعد غياب أكثر من 20 سنة تقريبا حوالي 28 سنة غياب مصر عن هذا المونديال العالمي أيضا لافت للنظر شيء لا يمكن إنكاره طبعا تراجع مستوى النادي الأهلي وخسارته لنهائي دوري أبطال افريقيا وخروجه من البطولة العربية إلى جانب تراجع مستواه في الدوري المحلي كذلك منافسة نادي الزمالك بشكل لافت للنظر أيضا آه، الذي خرج من بطولتي الكونفدرالية والبطولة العربية وأيضا ظهور مولود جديد بالدوري المحلي اسمه بيراميدز على الصعيد الدولي هناك نجم اسمه محمد صلاح لا يزال يحلق منفردا في النجاحات والتتويجات المحليه والعالميه بعد تالقه مع ليفربول الانجليزي ماذا عن تلك الاحداث بالتفصيل وغيرها من الاحداث المهمه اعتقد ان الملف الرياضي في عام 2018 حافل بالكثير من الامور التي نسعد بالتعرف عليها من ضيفينا الكريمين الاستاذ احمد جلال الناقد الرياضي اهلا بك استاذ احمد معدرة. أهلاً بيك. أهلاً بيك. استاذ احمد معذره فرصه عيدة ورحب ايضا الأستاذ محمد عطلة اهلا بيك استاذ محمد أهلاً بيك. انا حبيت ارحب بالاستاذ محمد الاول عشان ابدا بيك فمعلش هو خطا بس في التقدمه لكن اسمح لي ابدا مع الاستاذ احمد او استاذ محمد أه... هو عاده قبل نتكلم عن الملف الرياضه سؤال كده تقليدي بنساله حتى في ملفات الحصاد 2018 كانت بالنسبه لك ايه يعني على صعيد الانساني اذا حبيت تتكلم يعني على المستوى الشخصي او الانساني وفيما يتعلق بالاحداث اللي جرت فيها لو ليك انت تنتقي بعض الاحداث المهمه يعني طبعا 2018 عام له وعليه يعني لكن يعني في امور اسلجت صدرنا كلنا كمصريين حقيقه يعني ابرزها التاهل للمونديال بصرف النظر عن ما اسفر عنه هذا التاهل لكن عارف حضرتك لما انت قلت 28 سنه يعني انت بتتكلم في ثلاث اجيال ما شافتش ل... يعني انا ما كنت بتفرج على كاس الع... يعني مصر ما في كاس العالم آه انا عجوز شويه فانا كنت ساعتها في ثانويه عامه فتخيل انا النهارده عندي 46 سنه فبشوف مصر تاني في كاس العالم كده انت عجوز شويه؟ طبعا يعني. يا راجل يا طيب <تصفيق> <تصفيق> فبالتاكيد يعني يعني الواحد كان بيشعر في الفخر ان احنا شفنا مصر في كاس العالم م. رغم ان في اجيال افضل بكثير من هذا الجيل لكنها لم تتاهل م. كان معانا جيل يعني انا ارى ان هو من افضل الناس اللي لعبت كره قدم في تاريخ مصر. هو جيل ابو تريكه وجيل ابو تريكه ومحمد بركات وحسام غالي شوقي وحسن وحسام غالي وعصام الحضري واحمد حسن م. الى اخر القائمه التي يطول آه ذكرها الحقيقه ومش عايزين ننسى حد لان هم كلهم عظماء للامانه لكنهم في النهايه لم يتاهلوا لكاس العالم. انت وصلت بالجيل ده لكاس العالم ايا ما كانت اسباب الوصول، لكنك في النهايه طب طيب انا مش تعالت. عايز التفاصيل تاخدك عشان تمام. استاذ محمد ما يزعلش مني برضو عشان ياخد بس في المقدمه أوكي. في البدايه انما, إنما تفاصيل. دي الحاجه الكويسه انت, انت اخترت وصولنا آه. لمونديال كاس العالم الحاجه اللي يعني اللي المحزنه م. يعني للاسف الشديد هي بصرف نظر نتيجه كاس العالم هي ما حدث بالامس القريب وفاه زميلنا العزيز المعلق الرياضي الاستاذ محمد السباعي الله رحمه الله, الله عليه الرحمة. ومن كان من افضل الشخصيات الرياضيه بالفعل في في مصر بشكل عام بصرف النظر عن وفاته هو فعلا رجل مثل الخلق رجل على مهنيه كبيره في في عمله ربنا يرحمه رحمه, ربنا رحمة, رحمة, رحمة يعني هذا الرجل إن شاء الله هذا بخير تقريبا تقريبا كل الناس اجمعت على اخلاقه وسيرته الطيبه يعني ربنا يرحمه رحمه الله عليه طيب على المستوى الانساني او الشخصي بالنسبه لك 2018 كانت كيف تبدو ملامحها يعني؟ لا بالتاكيد كل أيام ربنا جيده الحقيقه كويسة. ما اقدرش ما حدش يقدر ينكرها يعني واذا كان في خير فربنا كاتب لك في خير فانت لازم تكون سعيد به، لم يكن كذلك فتعلم ان هناك امر اخر يدبره المولى عز وجل فتأكد الحمد لله لكن انت ضد التوصيف مثلا 2018 كانت سيئه مثلا لا أنا 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 او لا 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 2018 آه كانت سنه رائعه يعني المطلق لا وجود له في الحياه في الحياه، م. يعني دايما يكون في الامر الجيد والامر الذي يحتاج الى اعاده نظر م. مش عايز اقول امر أصف بوصف اخر، م. لكن في النهايه لازم تدرك ان اي حاجه بيكتبها لك ربنا سبحانه وتعالى بتكون جيده في النهايه. اهلا بيك استاذ محمد مره ثانيه. اهلا بيك. أه برضه نفس السؤال بشكل عام كده لو ليك ان انت يعني تطوف حوالين اهم الاحداث وتنتقي بعدها على مدار عام 2018 و2018 كانت بالنسبه لك ايه؟ أه هو على المستوى الرياضي انا بعتبر 2018 هي سنه محمد صلاح. أه. محمد صلاح بامتياز يعني. هو عمل كل حاجة ممكنة في الكرة منها الأستاذ أحمد تفضل وقالوا أنه صعدنا كاس عالم كان هو طبعا سبب رئيسي سبب رئيسي جدا كمان أننا نصعد كاس العالم حتى إحنا تأثرنا بإصابته في خلال مشاركتنا في كاس العالم اللي هي برضو ما كانتش بالشكل المطلوب لكن في الآخر إحنا تأهلنا محمد لكن صلاح لكن عمل كل صعب حاجه ممكنة مش صعب ان انت تختزلها في محمد صلاح يعني تاهلنا تختزل في محمد صلاح والله مش صعب آه. <applause> مش بصراحه مش صعب يعني آه. بدون محمد صلاح ما كناش هنتاهل آه أنا بعتبر إنه شخصيته وطموحه كان سبب رئيسي في إن أنا بدليل الأستاذ أحمد قالوا إنه كان في أجيال كتير جدا جدا في الكرة المصرية يمكن م. على المستوى الجماعي كانوا أفضل لكنهم ما تأهلوش م. أنا بعتبر طموح محمد صلاح وإمكانياته الشخصية ورغبته في إنه يكون موجود في كأس العالم هي اللي قادت الجيل ده بالكامل إنه يتأهل لكأس العالم آه مش هننسى برضو إنه كان في حاجات ألعاب فردية مميزة يعني محمد إيهاب في رفع الأثقال وسارة سمير برضه في رفع الأثقال منتخب مصر السادس سكواش عملوا نجاحات كويسه م. جدا جدا دي بعتبر ده سنه 2018 على المستوى الرياضي ده الشيء الجيد طبعا الشيء المحزن رحيل المعلق والاعلام الرياضي محمد سبعي طبعا احزننا شيء احزننا جميعا ربنا يرحمه آه برضو خساره النادي الاهلي في نهاية دوري ابطال افريقيا اهلاوي آه <applause> يعني بغض النظر عن الاهلاوي اعلنها, أعلنها, على الأهل أعلن أعلنها صريحه اعلنها صريحه ما تخافش يعني لا هو احنا الموضوع مش انتماء بس كان حدث حزين لمصر هو النقد وعملها. الرياضي صعب ان هو يقول ميوله ايه؟ هو دلوقتي مش صعب يعني احنا على صفحاتنا الشخصيه بنتكلم وبنقول وبنهزر وبنعمل كل حاجه لكن لما بنيجي نتكلم على الحدث بشكل عام بقى مصر اغلبها اهلاويه والاهلي خسر فاكيد كان حدث حزين يعني بس انت سامتك دي معناها ان انت اهلاوي هنسال برضه استاذ احمد لاحقا يعني عشان <applause> لا. برضه حتى الناس وهي سامعه تحليلكم يعرف برضه يقدر يقيم <applause> دماغك ماشيه في اي اتجاه عارف مصمم يعني لا براحتك انا مش هلحق لا <applause> يعني. مش يعني هنتكلم كتير بس يعني يا مش رغم ان يعني انت قبل الهوا قلت انت ايه يعني قبل <applause> الهوا <applause> بس قبل قلت ما ينفعش ان <applause> انا اقول انت قلت ايه طبعا طيب آه على المستوى الشخصي او الانساني <applause> أو والله الحمد لله يعني سنه سنه كويسه جدا بالنسبه لي على المستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي وكمان مستني مولودي الثاني يعني الف مبروك فده برده كانت حاجه كويسه في 2018 ربنا يكتب لك النجاح دايما ومزيد من النجاح واسمح لي احييك ان انت التفت لبعض الرياضات اللي احيانا بنسميها رياضات الشهيده اعلاميا الرياضات الالعاب الفرديه ممكن ما بتاخدش حظها من العاب تانية طيب لو بدانا بشيء من التفصيل استاذ احمد برده معاك هتبدا يعني محليا ولا هتختار مثلا حدث عالمي بالنسبه ل 2018 نبدا الكلام عنه بشيء من التفصيل هو آه يجمع بين الحسنيين آه اللي هو الحارس محمد صلاح محمد صلاح آه محمد صلاح حقق جائزه على المستوى الفردي هو حصد جوائز عديده جدا مم. الجوائز دي كانت سببا في تتويجه بلقب احسن لاعب في افريقيا ولقب لم يحصل عليها اي لاعب مصري الا كابتن الخطيب اما كانت الجائزه باسم فرانس فوتبول مم. من سنه آه 83 أو 84 تمام فانت بتتكلم في حقبه زمنيه طويله جدا اذا كنا بنتكلم ان احنا وصلناش كاس عالم من سنه, سنة. 90 مم. فاحنا بنتكلم في حاجه ما حصلتش على مدار 40 سنه غير مره واحده مم. اللي هي تتويج بلقب افضل لاعب افريقي اكمل لاعبين كبار ظهروا في مصر وعملوا انجازات كبيره ومنهم بوتريكا اللي وصل للمركز الثاني لكنه ايضا لم يتوج بالبطوله او لم يتوج بالجائزه وحصل عليها التجولي ايمانويل ايديبيور نجم نجم الارسنال في هذا التوقيت م. رغم ان كل الانجازات كانت في صف أو تركة لكنه لم يتأهل لكاس العالم فدي برضه لم تكن يعني في صفه اللاعب المحترف بيكون عليه السبوت اكتر والحقيقه محمد صلاح مش مجرد لاعب محترف محمد صلاح زي ما قال صديقنا العزيز مش محمد دلوقتي ان هو رجل يملك من الشخصيه بمكان الى حد ان هو يقدر يفرض هذا الطموح وهذه الشخصيه على من يجاورونه في الملعب على من يجاورونه في اوضه في اللبس، ده مهم جدا. م. محمد صلاح قدر يخرج من الشرنقه زي ما بنقول احنا بقى باللغه العربيه بقى شرنقه هو خرج من فكره ان انت تحقق انجاز معين الى ان انت طموحك يصل الى عنان السماء، لما م. تسال محمد صلاح انت طموحاتك ايه؟ ما قالش احسن في افريقيا. قال انا طموحاتي ان انا اكون احسن لاعب في العالم. مم. زي ما كنا مثلا تيجي تذاكر فيقول لك ايه انت ناوي تجيب كام في الميه فتقول التارجت بتاعك ان انا اجيب 90% في الميه فتجيب 80 مم. فهو الراجل طموحه ان هو يجيب 100% في الميه فجاب 90 مم. او جاب 85 لكنها مش لكنها مش امنيه او حلم معلق في الهواء هو اكيد لا هو يعني بيشتغل على الارض وارف كويس وارف قوي على الارض صلبه اهو تمام مم. قدر ان هو ينتقل من نادي الى اخر يكفي ان انا اقول لك ان ناس كثيره ما تعرفش ان محمد صلاح مثلا معاه ما هو متوسط محمد صلاح كان بيركب أربع مواصلات وهو طفل صغير عشان يوصل من طنطا كان بيلعب في طنطا ثم انتقل نادي قانون العرب كان بيركب أربع مواصلات محمد صلاح لم يكتفي بالوصول إلى بازل وشعر ده يعني قمة النجاح أن هو ارتدى قميص نادي كبير زي في, في سويسرا زي بازل لا انتقل منه إلى تشيلسي وحتى عندما أخفق ودي نقطة مهمة إزاي تصنع من إخفاقك يعني وسيلة للنجاح انتقل الى فيرونتينا الايطالي ونجح مع فيرونتينا في انتقل الى في تشيلسي عاد مجمد فتره طويله طبعا لم يكن طريقه اللعب او او او, أو الكيميا ما ركبتش مورينيو في الوقت ده كان عنده نجوم معينه عنده طريقه لعبة معينه ما خدمتش معاه وما خدمتش مع محمد صلاح يعني هو ما كانش مرتاح له مثلا لا طريقه اللعب كانت بتعتمد على شكل معين لم يكن يتناسب مع قدرات محمد صلاح وامكانياته هي السرعه والانطلاق اه بالظبط خلي بالك من حاجات برده في في حاجات صغيره بدا محمد صلاح يعني يشتغل عليها يطور من نفسه جسم محمد صلاح لو الناس شافته في الفتره بتاعه تشيلسي غير جسم محمد صلاح دلوقتي في قوه وفي عنفوان شخصيه حتى طريقه الشعر حتى طريقه الدقن الكلام ده كله له ستايل معين مقصود اذا محمد صلاح اذا ان هو ينتقل من من ثم الى روما ثم عاد انتقل الى ليفربول مره اخرى علشان يثبت حاجه معينه ان انا قادر ان انا احجز مكان ومكان قوي و... و... واصنع نفسي م. في الدوري الانجليزي عمل نجاح اسطوري مع ليفربول في الموسم الاول عظيم. و... فكره ان هو يصبح لاعب الموسم الواحد زي ما حصل قبل كده مع نجم كبير في توتنهام ما ان هو يوقف عندها لا نجم الموسم الواحد و... دي ما عملهاش حتى الان محمد صلاح 13 هدفا في الدور الاول وتصدر قائمه الهدافين مع اوباميانج الجابوني في ليفربول آه. الكلام عن محمد صلاح برده ما خلصش هرجع لك فيه بس استاذ محمد برده شاركنا الحديث فيه محمد صلاح نجاحه على هذا النحو شايفه انه يعني عمل مؤسسي ولا عمل فردي هو مجرد ان هو قال ان انا عايز ابقى كذا فهي المساله جت كده ولا قصه نجاحه ايه اللي ممكن احنا نتوقف امامها هو بدون شك الاساس هو العمل الفردي م. انه اشتغل على نفسه كويس قوي يطور نفسه كويس قوي احنا كنا لسه بنتكلم عن انه مورينيو ما اعتمدش عليه في تشيلسي مورينيو قبل ما يمشي من مانشستر يونايتد قريب يعني قبل ماتش ليفربول مانشستر هو قال ان محمد صلاح كان في تشيلسي لاعب هش <متحدث> يعني لاعب ضعيف ما يقدرش على التحامات الدوري الانجليزي والقوه البدنيه المعروفه عنها بالدوري الانجليزي <متحدث> قبل ما يمشي وصف محمد صلاح باللاعب النووي فحضرتك تتخيل من لاعب هش لانه لاعب يوصف من مورينيو بانه لاعب نووي فده تطور هايل يعني تطور كبير جدا <متحدث> ان هو اشتغل على نفسه كويس قوي النجاح ده يحسب لصلاح نفسه بقى <متحدث> بدون شك وحتى في اختياره للناس المحيطه به من محامين ووكلاء لاعبين بيسوقوا كويس وفريق بيشتغلوا على السوشيال ميديا كويس قوي هو برضو اجاد لاختيار تشتغل عليه م. الاساس هو هو الموهبه والشخصيه والكاريزما محمد صلاح حتى على مستوى التعامل مع الناس والتعامل مع الصحفيين والتعامل مع الاعلام بقى ذكي جدا 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 تطور اكيد عن الاول اختار ناس تشتغل على شخصيته وتشتغل على ردود فعله تشتغل على الحسابات بتاعته على السوشيال ميديا بشكل كويس اوي حتى وان اثار جدل ازاي يخلي جزء من مؤسسته المو... السوشيال ميديا بتاعته تحقق له مكاسب ماليه وتحقق له ضغط على على مستوى المنافسه على الجوائز الفرديه، كل ده هو قدر يشتغل عليه كويس قوي، آه كمان من النواحي الانسانيه بقى يعملها يعني طب قبل النواحي الانسانيه حضرتك فاكر الصوره دي؟ اه طبعا دي نهاية دوري ابطال والموقت. اوروبا لما لما راموس عوره، دي ما اثرتش بس هي اثرت على على محمد على منتخب مصر في كاس العالم واثرت على محمد صلاح في بدايه الموسم، مم. يعني المفاجاه بقى انه اللي الناس اللي كشفها من كام يوم انه محمد صلاح بدا الموسم وهو مش فت 100% م. عشان كده بداية الموسم بالنسبة له كانت مهزوزة اه يعني انتقد انتقد كثيرا حتى من بعض جماهير ليفربول اه, آه حتى الكلام ابتدى يطلع في اول الموسم انه صلاح لاعب موسم واحد بس بسبب بدايته المهزوزة في الموسم ده م. كلوب قال انه صلاح لاعب اللي بداه وهو في 100% ده اصلا يعني لما صلاح بقى جاهز دلوقتي ما شاء الله يعني آه هو بيعمل كل حاجة مختلف و... وهداف الدوري بس اللقطة دي برضه لها دلالات كبيرة جدا يعني كون انه رونالدو روح له بالشكل ده وي... وكانه يعني بيوثيه هو بوسيل. صلاح لاعب وورلد كلاس اعتقد يعني. انه حتى مع خروجه ليفربول تأثر 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 ومنتخب مصر تأثر تأثرت مشاركتنا م. في كاس العالم ظهرنا بشكل سيء جدا جدا اثرت على صلاح في بدايه الموسم زي ما اتفقنا لكن هو لحق رجع بشكل كويس قوي رجع لقوته بقى اللي مورينيو وصفها بالنووي التحامات قويه وسرعه وبيزقه وبيحضن على كورته كويس وبينطلق وبيسجل باكتر من طريقه تمام ده طب, طب انا قطعتك لما ده. حبيت اتكلم على الجانب الانساني لا خالص <applause> لا لا اتفضل انا بحاول افكرك بيها <applause> لا لا خلت كل يعني. الجانب الانساني فيما يتعلق محمد صلاح وتفاعله وط... اه, آه, آه احنا اتكلمنا على انه النجم الكبير مش بس كوره ومش بس سوشيال ميديا ومش بس وكيل اعمال او محامي ناجح لا النجم الكبير هو كمان بيرتبط بمؤسسه انسانيه ناجحه ميسي عنده مؤسسه انسانيه في الارجنتين بتشتغل على الارجنتين دوله مش غنيه فليها اعمال خيريه كتيرة جدا جدا رونالدو نفس القصه بس رونالدو مش في البرتغال بس رونالدو حوالين العالم كله عنده مؤسسه انسانيه صلاح بقى بيعمل ده كمان كويس قوي مصر عنده اعمال خيريه وقريب متبرع بمبلغ كبير جدا ألف جنيه للمستشفى بسيون العام ده ده جزء كبير جدا جدا من صناعه النجم هو مش ناسي ده ومركز فيه كويس قوي فبالتالي يعني يعني الـ الـ يعني الـ المعادله كلها اكتملت ان هو يكون لعيب بمعنى الكلمه وروليت كلاس دايما بيقولوا ان محمد صلاح يعني بيفرح المصريين ده احنا بنختلفش عليه بس كمان المصريين بيقفوا جنب محمد صلاح لما بيحتاجهم م. اي استفتاء محمد صلاح داخل فيه هو محسوم ده برضو ده شيء طب من الجانب الإنساني متفاعل آه معاه زي ما هو متفاعل معاهم الجانب الانساني اللي حضرتك بتشير اليه ده آه ربما مش ظاهر عند بعض النجوم التانيين. هل اللي بيعمله صلاح ممكن يسبب حرج بشكل او باخر والله نتمنى انه يسبب حرج يعني ليه لا يا ريت يسبب حرج للنجوم التانيين ويشاركوا ويبقى عندهم مشاركات انسانيه واجتماعيه بشكل كويس جدا خصوصا ان مصر محتاجه النوع ده من المشاركات اللي بدون سبب هي مش موجوده يعني لما محمد فاروق بنزيما اللي هو برده كان حدث حزين جدا جدا لعب اللي هو مات في التدريبات اتحاد الكوره ما عملش اي حاجه رغم انه عنده اسره وعنده طفله يعني سابها مم. وهو لعيب في نادي درجه تانية ما عندوش امكانيات كبيره واكيد ما فيش وأكيد اي ما عملش حاجه اتصرفت من ما فيش الكرة؟ اي حاجه باستثناء آه، نادي اللي هو نادي بيراميدز عمل مبادره ان هم ادوا الاهل مبلغ معين نتمنى ان يكون في جزء من الشغل بتاعنا مم. في مصر سواء اتحاد كرة او انديه النوع ده من الاعمال الخيريه سواء بمباريات او او بايفنتات بسيطه الناس هتقبل على ده وهيبقى شيء لطيف يعني ليه لا بالذات ان الجمله بيشاركوا في الحاجات دي بره فايه المانع يعني ان نعملها في مصر يعني بوتريكا بيشارك في حاجات زي دي بره ميدو بيشارك في حاجات زي دي بره حسام حسن كان بيشارك في حاجات زي دي وشارك فيها كتير جدا فايه المانع يعني انها تبقى موجوده في مصر واحنا محتاجين حاجات آه زي دي الجانب التنموي او الانساني طيب الحديث عن محمد صلاح طول آه لكن آه آه على سؤال بيفرض نفسه بين الحين والاخر كلما جاءت سيره محمد صلاح او الحديث عن محمد صلاح هل ممكن تكرار هذه التجربه مره ثانيه وبس قبل ما اخد الكلام عايز اقول لك خبر ان محمد صلاح هو احسن لاعب في افريقيا للعام الثاني على التوالي في انجاز لم غير مسبوق <applause> يعني هيبقى هياخد البطوله او هياخد الجائزه للعام الثاني على التوالي <applause> انت جايب من الكنترول يعني ده ده, ده امر مفروغ منه يعني خلاص الموضوع انتهى من ينافسه هو اوباميانج واوباميانج لم لم يثبت يعني آآ آآ كفاءه كبيره على المستوى الدولي مع المنتخب الجابون هو متفوق مع الارسنال حتى يعني حتى في نطاق المواجهات الثنائيه ليفربول غلب اصلا خمسة 1 يعني آه. نتيجه يعني محسومه صلاح يعني. نفسه بدا يستعيد مستواه وتفوق على نفسه مع, مع اضافه ان هو برده مشاركته في كاس العالم امر برضو يحسب لمحمد صلاح م. وكان له دور كبير جدا في تاهل مصر مره اخرى لنهايه كاس الامم الافريقيه للمر... العام او للنسخه الثانيه على التوالي فبالتالي هو الموضوع محسوم لمحمد صلاح آه. زي ما خد جائزه البي بي سي كاحسن لاعب افريقي للمره الثانيه على التوالي برده هو الاقرب بنسبه يعني تتخطى ال 80% ان هو ياخد الجائزه كاحسن لاعب افريقي اللي عام السنه على التوالي. طب خلينا نفكر زي ما قال الاستاذ محمد ان هو حتى بدا الموسم ده مع ليفربول وهو مصاب او يعني ما كانش في كامل لياقته هو كان في كاس العالم برضو مصاب آه او بصبت. يعني ما كانش في كامل لياقته يمكن كلنا كامل لياقته البدنيه والذهنيه نحط تحت الزناية دي مين ما, ما الذهنيه ده تاخدنا للي حصل آه هناك وخلي الكلام ده لما نيجي الكاس العالم يعني تمام. لكن عشان الأحداث كتيرة جدا فيما يتعلق بالسؤال اللي بطرحه على حضرتك وربما برضه هسمع ردك عليها أستاذ أحمد أستاذ محمد آه تجربة محمد صلاح هل يمكن استنساخها أو إعادتها مرة تانية مش لازم تكون بحذافيرها لكن آه منذ أن آه لمع نجم محمد صلاح ما فيش حد مش على نفس الطريق لحد اللحظة دي يعني وللأسف فيه بس يعني للاسف فكره صناعه النجم مش موجوده مين آه محمود حسن تريزيجي يؤدي آه الموسم الثاني بشكل اكثر من رائع مع قاسم باشا التركي حضرتك بتتكلم على المستوى انا انا بتكلم انا بكلمك بتكلم على, على فكرة صناعه النجم الحالة ما هو فكرة آه. صناعه النجم هي الحاجات اللي, اللي قلناها قبل الهوا زي ما حضرتك قلت كلمه شهيره للكابتن فاروق جعفر النجاح يصنع في المكتب قبل الملعب م. نفس الكلام هنا ينطبق على محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه كان شريكا اساسيا في صعود مصر لكاس العالم صحيح تريزيجيه هو احد جداً. هدافي م. الدوري التركي تريزيجيه وصلته عروض من انديه انجليزيه وفرنسية من المستوى الاول لكنه لا يملك نفس مقومات صناعه النجم التي يملكها محمد صلاح. طب ليه ما عندوش وكيل لاعبين متميز. ما عندوش فريق عمل بيقدر يديره بنفس الكيفيه. طب هل هنا هي. ممكن يستعين بصديق ويكلم محمد هي صلاح؟ ما يعني هي دي الفكره هو ده <applause> الكلام اللي فعلا آه. اللي حضرتك بتقوله ده حقيقي. آه. لان تريزيجيه بيصنع نجوميه كبيره جدا لو عنده نفس المقاومات بتاع محمد صلاح هتلاقي تريزيجيه في مصاف النجوم رقم واحد في في افريقيا بل وممكن يوصل لل10 15 واحد هو, هو صحيح مميز العالم. مميز مميز جدا وبعدين سنه كمان صغير سواء مع المنتخب وحتى آه لما كان مع النادي الاهلي بالضبط وحتى يعني مع بت... فريقه الحالي يعني بالتاكيد هو راجل عامل موسم رائع الموسم الماضي والموسم الحالي بنفس الكيفيه لكن صناعه النجم مش موجوده عند تريزيجيه والولد قدر ان هو يثبت نفسه بشكل كبير جدا والعروض اللي وصلته لو كان في معاه مدير اعمال ناجح ووكيل اعمال ناجح وفريق عمل متميز قادر على تسويقه بنفس الكيفيه كان ممكن جدا تلاقي تريزيجيه جدا من محمد للاسف هتخلينا نصيغ جمله كده وانت اكد عليها او صححها او صوبها صح. صح. الموهبه لا تكفي لصناعه النجاح بالتأكيد او النجوميه بالتاكيد الموهبه واحده لا تكفي النهارده هضرب مثل وانا اسف ان انا هضربه افضل لاعب في تاريخ مصر في مركز قلب الدفاع على الورق أو على على وعلى الظروف المحيطه حاليا يعني في تاريخ مصر كله انا وجهه نظري ربما يختلف معايا الكثيرون ابراهيم سعيد لكن على بالانجازات وبالارقام وبالعرق وبالجهد وبالنجاح والجمعه الفارق المهاري ما بين الاثنين فارق رهيب لصالح إبراهيم, ابراهيم سعيد لكن التميز والنجاح. اعتقد ان ابراهيم سعيد في بعض المرات كان لعب راس حربه اعتقد في بعض لا في كل الاماكن، لعب <applause> في كل الاماكن <applause> فاكر ده لعب راس حربه؟ بالتاكيد، لعب <applause> في كل الاماكن وكان متفوقا فيها. <applause> لكن الظروف المحيطه وقدرتك على التصرف والفريق المحيط بيك او فريق العمل المحيط بيك او زملائك هو ده اللي فرق عن ابراهيم سعيد عن وائل جمعه، علما بأن ابراهيم سعيد كان خد 2006 و2008 مع منتخب مصر في كاس امم، لكن وائل جمعه بانجازاته بتاريخه الكبير قدر ان هو يكون رقم واحد في تاريخ مصر في هذا المركز، م. رغم انه اقل مهاره من ابراهيم سعيد بكل بكل المقاييس، يعني الناس كلها عارفه الكلام ده، م. لكن لما تيجي تختار مثلا تشكيل على على, على مر العصور، رغم ان انا ما بحبش المقارنات الطويله، لكن انا بتكلم على اثنين قريبين م. من بعض في الجيل، وقال جمعه افضل من ابراهيم سعيد. انت هنا طبعا مقارنه موضوعيه مش, إذن مش من انا ليه ضربت مثلا باللي الكبيرين دول؟ عشان اقول لحضرتك زي ما انت قلت المهاره وحدها لا لا, لا تكفي. لا تكفي. تمام طب انا استاذنكم في الخروج لفاصل والحديث يستمر مع حضراتكم في هذا الملف الحافل بالامور المهمه جدا الحصاد الرياضي العمل في 2018 بعد قليل نعود اليكم اهلا بكم من جديد نبقى في هذا الحصاد الرياضي لعام 2018 امور كثيره جدا بحاجه للحديث عنها احنا كده انتهينا محمد صلاح ولا حضراتكم عايزين تاكدوا على شيء عنه قبل ما ننتقل لحاجه ثانيه طيب فيما يتعلق بالنادي الاهلي ايه الحاله اللي بمر بيها النادي الاهلي استاذ محمد من وجهه نظرك او توصيفك لحصاد النادي الاهلي على مدار عام 2018 هو 2018 هو كان العام الاكثر سخونه يعني يمكن من سنوات كتيره قوي قوي في في النادي الاهلي يعني كان مختلف شويه بالنسبه للنادي الاهلي حتى بالنسبه للتناول الاعلامي لطبيعه الاخبار اللي بتطلع بالنادي الاهلي الصراعات اللي كانت حاصله في الانتخابات مثلا وبعد انتخاب كابتن محمود الخطيب فتره وجود تركي ال الشيخ رئيس شرف في النادي الاهلي وما تلاها بقى من بعد اعتذاره عن دوت خساره دوري ابطال افريقيا وقالت باتريس كارترون وب ومرحله اعاده ترميم الفريق برضو واللي كان فيها من لغط وإثارة جدل كتير من تعيين هيثم عرابي ورحيل هيثم عرابي وتعيين محمد فضل وحسام غالي وبعدين رحيلهم مره تانية بدون شك هي ما كانتش سنه سعيده في النادي الاهلي يعني أنت اكيد هي انت مع كامل احترام حضرتك انت بتسرد الاحداث لكن انا عايز تحليلك او قرأتك او قراءتك لده يعني هل هل مثلا ظهور تركي للشيخ على هذا النحو اثر بشكل سلبي في استقرار الفريق ولا الاداره مثلا لم تكن موفقه لانه ربما على امتداد تاريخ النادي الاهلي عود جماهيره وعود الناس وعود محبيه انه دايما الفريق منعزل تماما عن اي مشاكل ربما تحدث هنا او هناك او بعض ما هو عشان كده قلت انه السنه دي كانت مختلفه لانه ده ما حصلش انه انه الفريق كان ملتصق شويه بمشاكل مجلس الاداره وكان جزء من مشاكل مجلس الاداره الفريق فريق الكوره انه كان في امور كثيره جدا محيطه بمجلس الاداره اثرت على فريق الكوره آه رحيل عبد الله السعيد عن النادي الاهلي بالشكل اللي رحل بيه اثر آه الفرقه كان تتويج كل ده ان الفريق خسر نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل مش سيء بشكل مش مش جيد ابدا م. طبعا كان عام سيء على النادي الاهلي كان آه اكيد هم ما يتمنوش انه يتكرر تاني لكن هم بادئين 2019 بشكل مختلف يعني في ترميم في اعاده ترميم للفريق م. مره تانيه في صفقات كتيره بتيجي بشكل جيد في الاماكن اللي هم محتاجينها وان كان لسه الفريق يعني محتاج صفقات كان عام سيء على النادي الاهلي اعتقد ان هم مش هيحبوا انه يتكرر تاني واعتقد ان الاهلي تخطى تخطى 2018 طيب 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 لحد الى حد ما طيب انت هنا على استحياء بتشير للاداره لا مش على استحياء ده بشكل مباشر مم. طبعا المجلس اداره الاهلي المجلس الموجود حاليا هو سبب في مشكله في خساره دوري ابطال افريقيا ده بشكل منتهي ما فيهاش استحياء ومش مش مش بترس كارتيرون المدرب اللي مشي ابدا لا دي مشاكل اداريه حتى المشاكل الاداريه اللي حصلت في الاسبوع اللي ما بين ماتش الذهاب في مصر اللي هو الاهلي كسبوا 3-1 والنهائي اللي خسروا في تونس 3-0 برضه كان في مشاكل اداريه وكان في عدم تعامل جيد مع مع الاتحاد الافريقي مع المشاكل اللي حصلت للفريق في تونس من الهجوم على اتوبيس اللاعبين وعدم يعني عدم التعامل مع الامر بشكل حاسم زي ما حصل مثلا في نهائي كوبا ليبرتادوريس لما بوكا جونيور لما جونيورز رفض انه يلعب الماتش لما لعيب فيه من عنده الضرب والماتش يعني برضو بدون مزايده مع كامل احترامنا طبعا لمجلس اداره نادي الاهلي لو مجلس المجلس غيره كان ممكن الأحداث دي ما يعدهاش على النحو ده كان هيكون في تفاعل تاني او تعاطي تاني ما اقدرش اجزم ب... ما اقدرش اجزم بده لاني ما اعرفش رده الفعل هتكون ايه لكن المؤكد انه التعامل مع الاحداث دي ما كانش جيد بالنسبه للنادي الاهلي م. بدليل ان هم نفسهم اعترفوا بده يعني م. يعني قناه النادي الاهلي الرسميه هجمه لاعب في الفريق ان هو قطع التيشيرت بتاعه في نهايه البطوله وقالوا اه وقالوا ان هو كان سبب في تعكير الاجواء وتوترها في ماتش في ماتش العوده هم هم نفس الناس في قناه الاهلي كانوا بيقولوا ان اللعيب ما عملش حاجه وما يستحقش الايقاف بعد مباراه الذهاب مباشره الكلام اتغير بعد ما الفريق خسر ففكره ان الاداره وقناه النادي جزء من الاداره انها تشيل العبء من عليها او تشيل اللوم من عليها وتوجهه للاعبين او تصدر اللاعبين للجمهور زي ما هو حاصل حاليا لا ده ده عمر النادي الاهلي ما كان كده النادي الاهلي ما كانش فيه الكلام ده ابدا طب انت قلت جمله سريعه كده عام 2019 بدايه مبشره للنادي الاهلي بمعنى ان هو يعني هياتي من بعيد ولا 2019 دي برده هتكون عام لترتيب الاوراق لسه لكن انه يرجع كما عودنا في 2019 اعتقد أنه هو مفيش وقت مفيش وقت لأنه نرجع من بعيد هو خلاص الاهلي بيدعم صفوفه دلوقتي اعتقد انه الناس اللي جت مهمه يعني رمضان صبحي وان كان ست شهور ده برضه هيكون اضافه كويسه لان الفتره من يناير لحد نهايه دوري ابطال افريقيا السنه دي اللي هي البطوله المدموجه الاهلي محتاج فيها صفقات كويسه محمد محمود اضافه ممتازه جدا في خط النص جيرالدو برده نفس القصه محتاجين بس مساق قوي ولاعيب خط وسط جيد وهم بيقولوا ان هم شغالين على ده كويس م. في كل الاحوال الاهلي مش هيكون بالسوء اللي هو بدا بيه الموسم في, في النص الاول بالزفت. في النص الاول من الدوري يعني طبعا لا يمكن يكون كده لكن السؤال قد يبدو يعني مستفز لان احنا طبعا ما نقدرش نرجم بالغيب او نعرف ايه اللي جاي لسه فرصه في الفوز بالدوري قائمه طبعا آه. يعني طبعا اكيد فرص هو في حاله فوز النادي الاهلي بكل المباريات المؤجله هيكون الفرق بينه وبين الزمالك لحظة ما تعادل الماتش الاخير آه. بشق الانفس في حاله التعادل بالعافيه يعني لا ما هو ده في الاول وفي الاخر هو ماتش كوره وحكم ظروفه جت بالشكل ده م. لكن الاهلي اذا لعب مع الداخليه 10 مرات هيكسب 8 مرات م. فهو في الأول وفي الآخر ماتش كورة ما الزمالك خرج من الاتحاد السكندري شكلك أهلاوي الزمالك خرج من الاتحاد السكندري في البطولة العربية رغم إنه أفضل م. لا فرق خمس نقط إذا الأهلي كسب مبارياته المؤجلة لا لسه لسه الموضوع في الملعب والزمالك يعني أه فريق جيد وكل حاجة بس عنده ثلاث ماتشات حاسمة مع بيراميدز ومع الأهلي اللي هو المنافس المباشر ومع الاسماعيلي هيحددوا امور كتيره جدا جدا اعتقد انه الاهلي فرصه على كل المسابقات اللي هو داخلها في 2019 لسه, لسه موجوده كويسة. ولسه قائمه أه الماتشين بتوعه مع بيراميدز والزمالك لو كسبهم هتبقى ظروفه افضل بكتير طبعا طبعا, أه. طبعاً عشان كده بنقول أه. انه لسه دول موجود دول من اصعب اصعب الماتشات يعني صعبين على الاهلي وصعبين برضو على بيراميدز وعلى الزمالك تفتكر عشان كده بنقول مع حاله الاهلي الحاليه دي صعبين على الزمالك وبيراميدز ما هو من 1 يناير حاله الاهلي مش هتكون زي قبل الت التدعيمات هتفرق الفكره كلها في السكواد طيب اللي موجود تشكيل اللعيبه ماتش بيراميدز الجمعه الجايه اه يوم الجمعه اه هيكون الانتقالات خلاص انتهت خلاص اه هو آه. من 1 يناير الانتقالات تقدر تلعب يعني م. وكلهم لعيبه جاهزه حسب بقى المدرب لاسارتي هيقدر هيعتمد عليهم على طول ولا هيستنى م. سنه ينسجموا زي ما كان كابتن حسام البدري بيعمل بس لأ. واحد زي رمضان طب ما رمضان بقاله فتره ما بيلعبش يعني هيكون جاهز ازاي ما هو ما بيلعبش عشان هو في الدوري الانجليزي لكن م. لما يجي مصر هيلعب هما مش دافعين فيه مبلغ كبير جدا عشان يجي يقعد ست شهور هي لا هو هيجي هيلعب لا قصدي ان هو جاهز وهيتجهز وهيلعب اه هو جاهز ونزل تدريبات طيب اللي الملف ده برضه مهم اسمع رايك فيه يا استاذ احمد يعني حاله الاهلي وتقييمك ليها والملف كبير قوي 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 لكن ممكن اختصره بعنوان معظم لا النار لا مش عنوان هات لنا كام عنوان كده معظم أوه. النار من مستصغر الشرر م. انت في حاجات صغيره ناس ما خدتش بالها منها اولا انت كان عندك كم اصابات اسقطك ارضا في اكثر من اكثر من بطوله م. الإصابات دي بتيجي من إيه؟ تخيل حضرتك التغذية خاطئة. تغذية الأهلي كانت خاطئة ما يعني أدى إلى إصابة أكثر من 10 15 لاعب وتحول لاعب وتحول الأهلي إلى مستشفى. كلهم عناصر مؤثرة. لما تجيب لعيب طبعًا ده لا يليق بالنادي الأهلي طبعًا طبعًا ولا يليق أه بأي نادي. أه. أه. فمش عايز أخوض في الموضوع بس كلمة التغذية دي مهمة جدًا في تلاف الإصابات. آآ 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 فكرة الأحمال خاطئة. أنت كنت جايب واحد أقرب من يكون أن هو مهرج. م. وليس وليس مخطط احمال وبيضحك علينا وبيضحك على الناس كلها وبياخد 10000 دولار اسمه مايكل ليندمان وجي لمجرد أنه هو صاحب حساب غالي انا هقول لك بالاسئله على مسؤوليتك طالما طل انت بتذكر ما ما اسماء انا, أنا بقول لك بالاسئله على الأسماء. مسؤوليتك ومن حق اي حد يذكره او ياتي ذكر اسمه هنا تمام. طبعا حق الرد مكفول اهلا أهل وسهلا آه. مايكل ليندمان جه وقعد الراجل آه كل اللعيبه بتتعور فمعنى ان اللعيبه بتتعور وبتتكرر الاصابات العضليه مش القدريه العضليه بشكل على طول من فلان لفلان 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 في كل الخطوط يبقى انت عندك تغذيه خاطئه عندك احمال خاطئه عندك مدير فني مش قادر يقف على رجليه يبقى, يبقى المساله هنا مش قدريه الى حد هنا, هنا في غلط ما انا بقول لا قدريه يعني مثلا قدر الله جاله صليبي لا انا قصدي او جاله غضروف ركبه تكرار الاصابات أصلي. على النحو ده وهذا الكم وهذا العدد من الناس المصابه مساله كده مش صدفه بالتأكيد اكيد في حاجه تبقى. حاجه خلل وهقول لك على سر م. حينما جلس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي مع كابتن محمود الخطيب في الجلسه الاخيره قبل ان يتم اقالته الخطيب اكتشف ان ان, إن كان في خلاف رهيب ما بين كارتيرون المدير الفني ولندمان مخطط الاحمال الى حد ان الراجل قال للخطيب يا كابتن لو سمحت انا هات لي حد مدلك عادي يشتغل معايا وانا هتولى هذه المسؤوليه انا مش عايز الراجل ده لما, كان... لما توصل المساله لهذه المنطقه فالاصابات عندك خسرتك اكتر من بطوله وافقدتك اكتر من لاعب واكتر من نجم تخيل انت مثلا في ماتش الترجي انا كنت هناك في تونس على فكره مم. وفكره ان انت تعرضت للإرهاب وما اعرفش كل ده كلام فارغ انت خسرت كوره لما يكون عندك في الملعب ما احمد فتحي وعلي معلول ولو ما كانش عندك جنون اجي مصاب ولم تحدث ازمه قليل أزور. الاربعه دول تخيل ان الاهلي كان ممكن يتعادل او يخسر من الترجي انا بقول لك كان هيكسب كان صعب ان هو حتى مهما كان المدير مم. الفني مين مم. إذن انت رقم واحد في فقدانك النقاط والبطولات هي الاصابات. رقم اثنين انت لم تحسن اختيار صفقاتك بس قبل قبل ما تروح لاختيار الصفقات الكلام اللي حضرتك قلته في رقم واحد ده معناه انه الجهاز الفني للنادي الاهلي لم يكن مستقرا، لم يكن قويا. اكيد ما انا عشان كده بكلم حضرتك انت لم تحسن اختيار صفقاتك وكلمه صفقاتك لا تقف فقط عند حد اللاعبين بل عند حد المدير الفني. مم. انت اخترت مدير فني من كاتيجوري سي. انت بتتكلم في رامون دياز، بتتكلم في في اسماء كبيره على مستوى العالم. دلوقتي بقيت تنزل بالكاتيجوري لغايه ما وصلت لكالديرون. لمجرد ان هو قال ان انا مستعد امر النادي الاهلي، فانت جبته عشان تقدر تخليه يقود الفرقه بعد ما حسام مشي. تمام. فالراجل لما جه انت ما له صفقات، وهو جاب لعيب واحد كوليبالي وللامانه. رغم ان ان الراجل اتعرض لانتقادات رهيبه وهيمشي في يناير م. لكن كوليبالي الاسريف كوليبالي السيرد باك رغم كل الدفوات اللي ممكن تتكلم عليها البطء وما اعرفش ايه لكن الراجل كان له دور ان الاهلي تخطى مرحله دور المجموعات قدر ان هو يجيب اكثر من هدف وبيكمل بشكل جيد فكان كان هنا كان مساند هنا استاذ احمد يعني انت ما متكلمش على حالات فرديه انت بتتكلم على حال فرقه ما انا بتكلم يعني أنت, بل انت, بل انت الصفقات دي معناها ايه؟ مفيش مدير فني قوي مفيش مخطط احمال قوي وما فيش مدير فني لو طلعت حضرتك اي مدير فن دلوقتي بيجي يعمل ايه؟ يقول لك انا عايز فلان ده مدرب عام مساعد معايا من بلده او من 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 هو جايبه تبعه مع معرفته او ومعاه مخطط احمال كارتيرون ما كانش معاه كده كانش معاه الناس دي م. انت النهارده كريستيان جروس هنضرب مثل بالزمالك اللي هو المنافس الاقرب النادي الاهلي جايب معاه طقم كامل ما فيش غير اثنين مساعدين اللي هو امير عزمي رقم ثلاثه وايمن عبد العزيز رقم اربعه او العكس حسب ما هم يتصرفوا لكن في النهايه ليسوا اصحاب قرار الراجل معاه مدرب عام مساعد جاي معاه جاي ومعاه رجالته يعني ومعاه مدرب حراس مرمى وهذا مدرب حراس المرمى تحديدا كان له دور كبير في مستوى جنش م. جنش الان الناس بتتكلم عنه أنه هو رقم واحد في مصر وبتطلب ان هو يكون له دور فاعل مع المنتخب م. بعد ما كان احتياطي في نادي الزمالك و ولك تتخيل ان راجل مدرب حراس المرمى اللي كان موجود اول ما شاف جنش بعد اسبوعين سالهم مين اللي هو الحارس الاساسي في منتخب مصر؟ قالوا له محمد الشناوي كان في هذا الضغط. آه. قال لهم انا عايزكم تشوفه بعد 10 اسابيع. اين محمد الشناوي واين جنش؟ ما راجل واثق من نفسه قوي. فانا بقول لك معلومه الراجل قالها كده وتحقق آه كلامه على ارض الواقع. اذا انت ما جبتش مدرب قوي بس بجهاز قوي ومعكش صفقات قويه انت ما جبتش غير كوليبالي واحمد علاء اللي انت ما لقيتوش في افريقيا. نفس الامر تكرر في البطوله الحاليه انت دخلت البطوله الحاليه ما لقيتش احمد الشيخ اللي انت بتلعبه اساسي. ايدت احمد حموده مبتلعب حمودي وما بتلعبوش. ايدت ميدو جابر وما ملوش مكان في التشكيل الاساسي. ايدت ناس ثانيه ففكره ال ال الخلل ما بين البطولتين، مؤمن زكريا انت جددت له وما لعبتوش. تخيل مؤمن زكريا ده اللي انت حرمت منه نفسك منه كان موجود في نهائي كاس دوري الابطال بخبرته الكبيره دي. كان هيفرق. يبقى انت مع الاصابات اللي حصلت حرمت نفسك من بعض النجوم. طيب فدي طيب. نقطه رقم اثنين. طيب. رقم ثلاثه. طيب. لا يمكن ابدا ان انت النادي الاهلي يعيش حياته او رد افعاله مم. على السوشيال ميديا. هي دي الازمه وهي وزي ما قلت لك معظم النار من مستصغر الشرر. ازمه الاهلي مع المستشار التركي الشيخ ظهرت من خلال السوشيال ميديا. حرصت الفرقه واستغل الاخرون الموقف فانفجرت الاوضاع بالشكل اللي احنا شفناه. وفي النهايه انت بدات تتعامل مع السوشيال ميديا بدليل اخر قرار اتاخد في المجلس آه بعد رحيل كارتيرون كان ايه؟ تفويض الكابتن محمود الخطيب بإداره مقف الكره مش كده؟ والاستعانه بهيثم عرابي في لجنه التعاقدات. هنا انفجر الموقف. م. فضل وحسام غالي حصلت مشكله كبيره جدا وظهرت بقى تسريبات ومكاتبات و... ومكالمات وما تحدث عن عن عمولات وامر لا يليق بالنادي الاهلي ولا يليق باي نادي. م. وبالتالي لما جه القرار يتم تعديله حصل ايه؟ تم توجيه الشكر لهسم... لهيثم عرابي. ولحسام غني ولمحمد فضل علما بان وانا بقول لك معلومه من دلوقتي محمد فضل سيعود للنادي الاهلي نهايه الموسم الحالي لان المجلس الاداره مقتنع تماما انه خسر جهود محمد فضل وكل الصفقات التي ابرمت كان محمد فضل اللي حاطط عليها بمن فيهم جيرالدو اللي للاسف الشديد جابه بعد ما لعب في بطوله افريقيا وبالتالي سيحرم منه في بطوله افريقيا الحاليه امم برضه ده من نوع من نوع من التضارب او تاخير المصالح طب انت برضو يعني سواء بشكل مباشر وغير مباشر انت هنا برضو بتشاور على الاداره بالتأكيد يعني هي الازمه دلوقتي ازمه اداره قولا واحدا بالتاكيد طب وحتى الان انا اؤكد لك ان ما يحدث في الاهلي ليس في الطريق الصحيح الصفقات التي تبرم هي صفقات جماهيريه وشعبيه وليست صفقات يتم احتوائها بدليل ان انت النهارده لغايه دلوقتي ما جبتش سيرد باك او قلب دفاع انت عندك ازمه في المركز ده مش موجود عندك قلب دفاع ما عندكش لاعب ديفندر مش موجود طيب دول المركزين آه المهمين انت كده انت جبت رمضان صبحي وانت عندك اجنحه جبت هتجيب حسين الشحات وفي يعني الموضوع قريب جدا والولد عايز يجي النادي الاهلي فبرضو انت عندك اجنحه هو لعيبه كويسين طبعا وهيفرقوا من النادي الاهلي لكن تكوين فريق يا ريس غير ان انت تكون صفقات ودي كانت اثبت نادي الزمالك كان دايما بيجيب فلان وفلان وفلان الأفضل وفلان الافضل لكن معرفش يصيغهم سم... آه ببطاقه واحده بطاقه واحده مش مش موجود الكلام ده نادي الزمالك السنه دي عوض ده م. بقى م. عندك م. ناس بتشتغل في تيم وورك طب انت كده مهتنا للحديث عن نادي الزمالك لكن قبل ما نروح نادي الزمالك انت كده على العكس من الاستاذ محمد مش متفائل بشكل قوي بالنسبه لنادي الاهلي لا ما اقدرش اقول مش متفائل في بس فكره ان انت لازم يكون عندك دراسه العيوب بشكل بشكل كبير مم. النجوم اللي جت دي اه ممكن يكون ليها دور مميز اذا اذا جه حسين الشحات مع رمضان صبحي طب ممكن يكون النادي الاهلي محتاج يعني حد في خبره مهندس عادل القيعي مثلا طب ما موجود يعني ب... يعني قصدي يعني مشكلة يتم بقى يتم تفعيله احترام المهندس ف... سعد الفكر الذي شاخ لم يعد امرا مقبولا وعبد الله سعيد بيشيل ايه؟ فكره تخل... فلوس فقط ما تخليها شاخ دي نحذفها من المضبطه معلش ما هو ما هو انا ما بتكلمش انت... على شخصيات بكلم فكرة انا بتكلم على فكر الستينات انا ما اقدرش اقعد النهارده اقعد معاك واقول لك انا عندي صفة تعاقدات كذا والفئه الاولى كذا والفئه الثانيه كذا والفئه الثالثه كذا لعيب الكوره كل لعيب مختلف عن الثاني قيمته وسعره مختلف عن الثاني. لما تيجي تعمل ترانسفير او ترانسفير ماركت بتيجي تعمل القيمه السوقيه لاي لاعب، ما حاجه اسمها فئه الف والفئه الفي والفئه جيم. ج، لازم ده قدرته بيعمل قد ايه؟ بيعمل اسيست قد ايه؟ بيجري قد ايه؟ بي بيقدر يكمل قد ايه؟ الخريطه الحراريه مم. كل دي يعني بنود تحدد وتقيم سعر اللاعب، ما فيش حاجه اسمها فيها الف والفئه ب والفئه ج والاهلي بمن حضر وتمضي على بياض، الكلام ده ما ما لو طيب. وجوده لا وجود له على ارض الواقع. طيب دي مش كوره. فيما يتعلق بالنادي الزمالك ابدا بيك برضو المره دي خلينا معاك عشان ايه ناخد انت يعني تباين في الملفات نادي الزمالك بيقدم واحد من افضل المواسم اللي ممكن نشير اليها حال حاله الاستقرار تشكيلات تكاد تكون ثابته نتائج طبعا لا يمكن انكارها انها نتائج ان لم تكن جيده فهي مبهره الى اخر ما يتم لكنه على الرغم من ذلك برضو اخفق في البطوله العربيه والكونفدراليه شايف هي شايف بقى شايف هي بقى القصه القصه الحقيقيه ان نادي الزمالك لازم يكون في نفس طويل. لعيبه الزمالك خسرت قدام الاتحاد والجهاز الفني اخطا في التعامل مع المباراه لانهم شعروا ان المباراه انتهت قبل ان تبدا. وكان درس قاسي جدا مع فريق محترم حقيقه عامل تدريبات كويسه قدر ان إيه الحاج محمد صالح ان هو يعمل شغل كويس مع الفرقه تمسك بكابتن حلمي طران رغم ان هو استقال بسبب تواضع النتائج لكنه مع تمسكه بيه قدر إيه يجني هذه الثمار مع مدير كوره بس لعيب كوره مهم جدا قبل ان ما يكون مدير كوره وليد صلاح الدين ان هم خرجوا اه طبعا مع كامل الاحترام خرجوا بضربات الجزاء الترجيحيه لكنه كسب الترجيح. الزمالك 1-0 والماتش الاولاني كان المفروض ان هو ماتش نادي الاتحاد وكسبوا الزمالك 1-0 فكره ان انت عندك الروح القتاليه ان انت توصل الزمالك لهذه المرحله يبقى ده مهم جدا ل يعني مش عايز اقول ثقافه مفهوم المكسب <مم> كلمه ثقافه دي كبيره قوي على الـ على, الـ على الوصف ده انما <مم> مفهوم المكسب كان موجود عند لعيبه نادي الاتحاد السكندري <مم> آه لعيبه الزمالك آه بتجني ثمار انها ماشيه بشكل آه آه ثابت مفيش حاجه اسمها فلان يلعب فين ايمن حفني فين مصطفى فتحي فين فلان فلاني فين 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 فين؟ لا الراجل اللي في دماغه في دماغه ولما دخل مصطفى فتحي عشان مصطفى فتحي اثبت وجوده على ابراهيم حسن ففكره ان انت وانت قاعد في البيت ممكن تختار تشكيل نادي الزمالك وتبقى عارف ان الراجل مش هيغير يمكن انا النهارده اتصدمت بحته ان كاسونجو مشي رغم ان الناس كتير كانت بتهاجمه وان هو بيضيع فرص لكن في النهايه الراجل عنده توظيف معين لكاسونجو فكون النهارده يمشي يروح نادي الوحده السعودي يبقى اكيد في صفقه جديده هتقدر تعود هذا الرحيل خاصه ان حميد احداد لاعب نادي الزمالك المغربي مصر أنه هو ما يلعبش بطوله افريقيا تمام. وعايز يل... يعني ينتقل لنادي اخر وفقا لرغباته، كره القدم ما فيهاش حاجه اسمها بالعافيه، لا لازم يكون في رغبه لاعب. فا اكيد اللي جاي مكان كاسونجو هيبقى لعيب مهم جدا يتم الاعتماد عليه والا ما كانش جروس وافق عليه. فانت القائد في الملعب هو جروس ومعاه جهاز فني محترم وقبل دول معاهم مشرف على الكرة الحقيقه قدر يطبق كثير جدا من المفاهيم الغائبه عن نادي الزمالك امير مرتضى منصور. ان انت النهارده ما ينفعش ما يعني ما تقدرش تقول ان في مشكله ما في نادي الزمالك يعني على سبيل المثال ناس كده ما اتكلمتش على الموضوع ده م. يعني اما حصلت مشكله يوسف اوباما مع احد اللاعبين وحازم امام اتخانق معاه يوسف اوباما زق حازم امام خد غرامه الف جنيه وجروس استبعدوا ماتشين ثلاثه من التشكيل معلومه ما حدش قالها م. اصلا ليه؟ لان الزمالك قفل على نفسه نادرا ما تلاقي المعلومه دي تطلع. هنا انه امير مرتضى منصور ليه دور في المساله دي. بالتاكيد مم. لان هو قافل على الفرقه. لكنك ما... وال... والنادي الاهلي بدات الامور ترجع لكنك ما ذكرتش والده برضه في سياق تاكيدك على حاله الاستقرار. هو... هل... انا, أنا فكره أه... ان انت تمنح حد الصلاحيات ده مهم جدا مم. ودي كان الخطا المزمن اللي كان عند رئيس نادي الزمالك. الان رئيس نادي الزمالك ابتعد عن المشهد بشكل تفصيلي لكنه متابع مم. مع... مم. مع مع امير ول... وللامانه برضو فكرة إن أمير لو رئيس تاني مش هيجيب أمير مرتضى منصور برضو عشان نكون أمناء يعني هيجيب أمير مرتضى ليه يعني؟ هو نفسه على فكرة قال لي الكلام ده يعني واحد تاني هيجيبني ليه؟ لكن أنا أنا استغليت الموقف وأثبت وجودي من خلال التأكيد على إن أنا ابن مرتضى لكن المصور. اللي ساعد ع... إنه رئيس النادي يبعد عن الفرقة فكرة النجاحات اللي بتحققها الفرقة والمكاسب ولا لو كانت النتائج غير مقبوله كان رئيس النادي تدخل في ال... ما هو لا هو ما هو كان بيتكلم لكن بعد موجود وجود امير الاول كان بيقول فين ايمن حفني فين مصطفى فتحي وفين عنتر وفين مدبولي انا دافع ملايين انا 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 كل ده مش كان بيحصل كان بيحصل مع اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه لكن الراجل هنا حط قطن ومعاه مشرف على الكره بيتلقى هذه الصدمات بيقول له الراجل بيشتغل، الراجل بيعمل، الراجل بيسوي، ففي النهايه انت المكسب بي بيخليك تسكت. طيب إيه؟ للاستاذ محمد، انت ما سالناكش شهراوي ولا زملكاوي، عندك برضه الشغل مالوش علاقه، لكن فكره الانتماء يعني انت عشان تتكلم في, في اي مجال لابد ان يكون عندك انتماء والا ما كنتش اشتغلت فيه، واخد بال حضرتك؟ لكن آآ آآ العمل آآ بشكل آآ حيادي امر تعلمناه من الصغر هو سؤال محرج ربما لا ب... لا خالص لما انا 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 ببقى آه. اسف جدا بس إن هو, أنا دايما السؤال ده دا دايما بطارد اي حد دلوقتي تهلا ولا ما زملكاوي؟ ما ماشي ما, ما, ما لهاش علاقه طب برضو ايا كان برضو انما انا انا ببقى اسف جدا ان انا بشوف مثلا في مدرجات حد بيتحول الى مشجع فارق كبير جدا من إن انت تبقى قاعد مع صديقك مع العزيز كبير. في الاعداد قال لي انت كذا بس هو صعب يقول لك على الهوار. لا براحته ما فيش مشكله لكن طيب. انا في النهايه الناس تقيمني بما اقول طيب أستاذ محمد فيما يتعلق ببيراميدز يعني معلش عشان نختصر أنا كنت عايز أسمعك برضه في نادي الزمالك لكن الوقت معاكم مضى سريعا وعندنا فقرة برضه حصاد للمرأة المصرية على امتداد عام 2018 بيراميدز هذه الحالة الجديدة لأول مرة في تاريخ الدوري المصري تسميها استثمار في كرة القدم ولا بتوصف الحالة دي بأي شكل من الأشكال لأن وجود بيراميدز بالشكل ده وضخ الفلوس اللي ضخت بالشكل اللافت للنظر في في نادي بيراميدز على هذا النحو امر برضه بحاجه للتامل شايفه آه ازاي؟ طيب هو هو الاجواء المحيطه بالدوري المصري او الفكر اللي بيدار بيه الدوري المصري كان فرصه كويسه لانه نادي زي بيراميدز يطلع موجود في الدوري الانجليزي او في الدوري الاسباني او في اي دوري في اوروبا هتنطبق عليه قواعد اللعب المالي النظيف، قواعد اللعب المالي النظيف تبقى ان مداخيلك تساوي ما تنفقه، هل بيراميدز مداخيله تساوي ما ينفقه؟ <applause> طبعا لا م. في ايه ايه دخل نادي بيراميدز؟ مفيش دخل نادي بيراميدز الزملاء في الاعداد بيقولوا لي من ضمن الحاجات يعني على فكره ان الفلوس مش مشكله بالنسبه لبيراميدز، نادي العين الاماراتي بيقولوا طبقا للزمالي اللي له دلوقتي انه نادي العين الاماراتي اعلن انه نادي بيراميدز عارض عرض مغري جدا آه. لحسين الشحات آه. لكن العين اعلن تمسكه بيه لنهايه الموسم يعني هو نادي العين الاماراتي طلع بياني النهارده الصبح حسين الاهلي كان عايز يجيبه برضو؟ اه طبعا م. اه ونادي العين طلع بياني النهارده الصبح ان هو متمسك بالخمس اجانب اللي عنده م. رغم انه القايمه في الدوري الاماراتي بتسمح باربعه بس لكن الشيخ عبد الله بن زايد اللي هو وزير الخارجية الاماراتي كان اقترح انه الاجانب يبقوا خمسه آه. مش اربعه بس يعني ك طب كسبيل لزياده المنافسه طب, يعني. طب خد التصريح ده لانه انا لسه سامعه منهم دلوقتي نادي العين قال انه حسين لو راح النادي الاهلي فجأنه انتقل من العين اليمين للعين الشمال اه هو رئيس نادي العين قال رئيس شركه القدم في نادي العين مش رئيس النادي رئيس شركه القدم قال ان هو اهلاوي إنه نادي الاهلي والعين عينين في راس هم بيقولوها آه في الخليج عينين في راس معنى كده ان هو اقرب للاهلي هو, هو, هو موجود في مصر هو موجود في مصر وجاي. وصل اول امبارح ومعاه 14 آه. شنطه فيما يعني ان هو آه. مش عايز يرجع هو هو حاليا الدور الاماراتي موقوف عشان كاس اسيا طبعاً. فممكن يكون أجازة لكن هو الاقرب بت... ان هو جاي انا بتكلم على حسين حسين عاوز يجي النادي الاهلي وهو م. مش هيباع لنادي في مصر الا للنادي الاهلي مش هيباع لبيراميدز حتى وان كان بيراميدز داخل عشان يرفع سعر الصفقه عن النادي الاهلي لكن حسين الشحات مش هيلعب لبيراميدز واخلاق الانديه الاماراتيه مش ال... والناس في الامارات يعني عنهم ممكن, اللي حسين, يكون ممكن عنه. حسين يكون قاعد ممكن حسين يكون قاعد دلوقتي في النادي الاهلي بقدر دراسة سنه في النادي الاهلي الذي اه والله لا. ممكن حسين الاهلي هو ماضي, ماضي. ماضي. على مسؤوليتك برضه على مسؤوليتي وليه ماضي محمد فضل م. هو هو اللعيب من زمان معروف انه حسين الشحات هو عاوز يلعب هيفرق معناه طبعاً لعيب بإمكانيات كبيرة م. جداً جداً ونوعية كواليتي من اللعيبة مش موجودة في النادي الاهلي حاليا شخصية واصرار وعنده جرينتا اللعيبة اللي هو اللي بيحب اللي بيحب الفريق اللي بيكافح عشان يلعب الفريق يعني انا بعتقد ده هيبقى الانتقالات الشتوية ولا انت اه اه في الانتقالات الشتوية م. اعتقد انه هيكرر تجربة وليد سليمان تاني لان وليد سليمان انت فكرتني بوليد والله كنت عايز اسال اسالكم عليه واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي وليد سليمان طب من الاول حسن خالص هو الجندي المجهول يعني بالظبط مش جندي مجهول الناس ناس كلها عارفه مجهوده لكنه لعيب حارب عشان يلعب في النادي الاهلي ولما مم. ولما لبس شاره النادي الاهلي ما قصرش وادى بشكل كبير جدا وبشكل حارب. قوي جدا حسين الشحات هيبقى من النوعيه دي طيب. انا عندي بس كومنت بسيط في جزئيه نادي الزمالك امير مرتضى وامير مرتضى منصور من بعد الساعة 12 بالليل عنده اختبار بقى لمدى لمدى كفاءته لانه الرف الحظر الاعلامي هيرفع عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبالتالي هيرجع تاني يتكلم في التلفزيون ففكره سيطره امير مرتضى منصور على الامور جوه جوه نادي الزمالك هي حاليا محل اختبار بعد رفع الحظر الاعلامي اللي اللي ساعد شغل امير كتير قوي لان يعني احنا تمام. كنا عارفين كويس قوي مع اي نتيجه مرتضى منصور بيطلع يعمل ايه طيب يعني. انتوا الحديث معاكم اكثر من رائع لكن عشان لكي لا نجور على حق المرأة نكتفي بهذا القدر وان كنا يعني لسه في ملفات كثيره جدا كان ممكن نتكلم عنها حال المنتخب في المونديال طبعا كان في كلام كثير لكن ضمنيا من كلامكم ان شاء الله 2019 اعتقد ان شاء الله تكون فيها احداث خير او توفيق ان شاء الله بشكل او باخر على المستوى المحلي او حتى العالم واتمنى بصراحه ان الاسماعيلي والمصري تحديدا ينتفض من الازمه اللي هم فيها الاسماعيلي دلوقتي في لا يليق في المركز الاخير بس هو لسه و... ليه بعض المباريات مؤجله وايا كان يعني برضه لا يليق في المركز الاخير ولا يليق ان المصري يكون متاخر في هذا الترتيب لكن اعاده ترتيب البيت مع نجم كبير زي ايهاب جلال اعتقد انها هتفرق كتير قوي واعتقد ان برضه ان ان النادي الاسماعيلي قدر ان هو يعود الى محسن ابو جريشه كويس مع الاسماعيلي محمد محسن ابو جريشه واحمد واحمد إناوي آه. الناس شغاله بشكل جيد مع المدير الفني الجديد م. اعتقد إن, ان شاء الله النادي الاسماعيلي هيقدر ان هو ينتفض في الفتره المقبله باذن الله احنا محتاجين حلقتين ثلاثه لكن سعدنا بيكم اشكركم شكرا جزيلا شكرا. استاذ محمد عط الله الناقد الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا خلاص شكرا لك أستاذ احمد جلال الناقد الرياضي شكرا. وكل سنه وحضراتكم بكل خير شكرا. طيب نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا وبعده أيضاً نقدم حصاداً للمرأة المصرية على مدار عام 2018 ابقوا معنا. سنة بنودعها وهننسى وجعها بأعلى على الصوت بنقول باي باي سنه طويله احداثها كتيره وراها حكاوي كتير وسعنا تكافل ودينا كرامه لفينا بلادنا ووصلنا للحدود وتشوفنا بعنينا ناس غالية علينا عملت بمعاشها كتير مشاريع تشغيل لأعاقة وتحولها لطاقة وليلة أبدا القادرين لو مختلفين ما هو ده المطلوب ونشوف قدرتنا توصلنا لفين ونزلنا بحملة عيال مش بالجملة اتنين كفاية وكفاية اتنين عشان صحتهم وعشان دراستهم ولو ما عملناش ليهم هنعمل لي مين اطفال في الشارع من البيت هربانين قلنا نحميهم ونحافظ عليهم حضنات مش كافية وبيوت مش دافية وفرقنا بتجري شمال ويمين صالح حبيبنا وحبيبي الملايين عملنا حمله انت اكيد اقوى عايزين شباب مش مدمنين دايما فايقين دايما ناجحين نزلنا بافلامنا فيها من احلامنا وسافرنا كان والهند كمان وعملنا معارض في كل محافظاتنا في كويت وإيطاليا وبعنا بالملايين وختمنا غدا حاجة مش معتادة بقانون كنا مستنيينه اهلا بكم من جديد نبقى معكم مستمرين في هذه الحلقات الخاصه الحصاد عام 2018 ابرز الملفات طبعا التي لاقت اهتماما من الدوله على امتداد عام 2018 ملف المراه المصريه القياده السياسيه على راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من مناسبه اكد على ضروره الاهتمام بالمراه المصريه وتفعيل دورها بشكل او باخر في الكثير من المجالات عموما نستعرض مع اهم ملامح حصاد العام للمراه المصريه على امتداد عام 2018 ورحب بضيفتي الكريمتين دكتور سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمراه اهلا بك دكتوره حضرتك رحب ايضا دكتوره, دكتورة. دكتورة ايمان السيد استشاري الارشاد الاسري والمعالج النفسي اهلا بك دكتوره ايمان كل سنه وحضراتكم طيبين انتم مسك الختام لحلقات عام 2018 <applause> فإن شاء الله أفضل ختام مع حضراتكم في حلقات هذا العام يعني ونتمنى طبعاً إن شاء الله عام 2018 يكون عام كله خير وبركة وسعادة لحضراتكم ولكل مشاهدينا ولكل الناس إن شاء الله. آه سريعاً لأنه ربما المتبقى أن الوقت قليل آه فيما يتعلق بأهم الملفات في المرأة المرتبطة بالمرأة فالسؤال التقليدي الذي ربما يعني أثرنا نحن نبدأ به دائماً مع ضيوفنا في الحصاد كيف كان عام 2018 بالنسبة لحضرتك يا دكتورة وإذا كان لحضرتك أن تنتقي بعض أهم الأحداث ثم نتحدث بشيء من التفصيل. هو بالتأكيد عام 2018 هو عام مليء بالأحداث كل سنة طبعا ومصر كلها طيبة ويا ربي 2019 يكون عام إن شاء الله الإنجاز وعام الإستقرار بقى والأمن إن شاء الله على أرض مصر الطيبة عام مليء بالإنجاز وعام مليء بالعمل الكثير يعني على مستوى كافة المستويات لو هقول على مستوى المرأة يعني بصفتي عضو المجلس القومي للمرأة فملفات المرأة فعلا كانت هذه العام كثيرة جدا لانها ملتحقه بعام 2017 كان عام المرأه المصريه وبالتالي تواصل 2017 مع 2018 فحصل عمليه دمج ما بين عام المرأه وما بين عام الإعاقه بالتالي المرأه المصريه كثير من الملفات تم العمل فيها الجانب الجانب التمكين السياسي وصول المراه في هذه الفتره الي كثير من المواقع السياسيه اللي ما كانش قبل كده ممكن تبقي فيها وصولها الي مواقع اتخاذ القرار في او زياده نسبتها في مواقع اتخاذ القرار كون ان احنا يبقي عندنا ست وزيرات في مصر مم. بعد ما كنا الاول كانت وزيره او اثنين فدا ال... ف... في الجانب التنفيذي اه طبعا في الجهاز التنفيذي سيده محافظ آه سيدة, سيده سكرتير عام مم. فدي كلها رئيس قريه رئيس مدينه دي كلها انجازات في مجال العمل التنفيذي او السياسي عايزه اقول كمان حاجه مهمه جدا آه وصول المراه ايضا الى آه مواقع اتخاذ القرار في كثير من ال... في الاجهزه القضائيه اللي كانت قبل كده يعني شبه يعني اجمالا حضرتك شايفه 2018 المراه تمكنت اكثر واكثر من انها تاخد مساحه اكثر فعاليه في المجتمع مساحه اكثر في الجانب التنفيذي ايضا في الجانب العملي والشعبي طيب فيما يتعلق بحضرتك على المستوى الشخصي اذا كان لك كنت تتحدث عن هو 2018 انا هقول لك على لو على المستوى الشخصي هقول لحضرتك اني يعني انا بفخر ان انا من محافظه حدوديه محافظة بتمثل الأمن القومي في مصر أنا من محافظة شمال سينا فبالنسبة لنا هذا العام كان عام حافل بالعمل بالاجتهاد عام محاربة الإرهاب دور المرأة في هذه المنطقة منطقة حدودية دورها في حماية الأمن القومي دورها في الدعم النفسي والاجتماعي لقواتنا المسلحة وللشرطة إزاي التعاون إزاي منظومه العمل اللي تمت على ارضنا في هذه الفتره ازاي كلنا كنا اسره واحده بنواجه قفه الارهاب ونقتلع جذورها واتمنى ان شاء الله ان مع نهايه العام ان احنا نبشر بانتهاء العمليه الشامله 2018 لان فعلا عام كان فيه من الجهد والعمل العالي والعمل الوطني الكثير جدا من اجل بلدنا والحفاظ عليها والدفاع عن امننا القومي عزيزي دكتور إيمان نفس النقطة قبل ما نتكلم بشيء من التفصيل عن طيب. الملفات المرتبطة بالمرأة في عام 2018 كيف كانت هذه السنة بالنسبة لحضرتك في سياق أهم الأحداث وده كان حابه اتكلم على المستوى الشخصي كانت سنة هو الكلام دكتوره سهام جميل جدا عن انجازات المراه بما ان دوري انا في في الجانب النفسي فشايفه ان ان احنا في الفتره الحاليه يمكن من 2017 والانجازات وبدايه دخول المراه في في القيادات وكل الاشياء اللي تطرقنا اليها من اكتر الحاجات اللي ادت الثقه وتقدير الذات الاعلى للسيدات في مصر فيعني ساعدتنا شويه في في حته تحسين الجانب النفسي او الدعم النفسي لدى المراه المصريه على الرغم من وجود الاضطرابات النفسيه الكتير جدا عند السيدات او 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 نسبتها الأكثر لدى المراه المصريه او نفسيه عند المراه المصريه شايفه انه نسبه عاليه او لافته للنظر هو هو اكتر الاضطرابات النفسيه بتبقى عند السيدات عامه بشكل عام على مستوى العالم يعني م. نسبتها بنسبه كبيره يعني احنا لو جينا اتكلمنا على الاضطرابات النفسيه عامه من حوالي 10% ل 12% على مستوى العالم يعني أه في مصر؟ من 10 ل 12% او مستوى في مصر في, مستوى في مصر لا في مصر, في من, مصر. من 10 ل 12% م. عندنا على مستوى العالم مثلا مسكنا يعني ديس اوردر كده كل حاجه لوحدها الاكتئاب 7% على مستوى العالم ده اللي هو اكتر حاجه موجوده واكتر شيء منتشر الاكتئاب ويمكن عند السيدات اللي هي اضطرابات المزاج اكتر لان المراه بتمر بحاجات كتير جدا بيولوجيه واجتماعيه ونفسيه والحاجات الاجتماعيه بتفرق معاها كتير جدا يمكن الجزء الاجتماعي اللي اتكلمت فيه حضراتكم دلوقتي بدور المراه يمكن من الحاجات اللي هي داتها الدعم او الثقه اكتر في حته السيلف ستيم والكونفيدنس لدى المراه بحيث ان هي تتخطى او تكسر حاجز الحتت النفسيه الموجوده من المشكلات او الاضطرابات الحاليه طب اجمالا مساله التمكين او تفعيل دور المراه خفض او قلل كثيرا من اللي سبب الاضطرابات النفسيه احنا عند المراه مش هنقول نسب هو قام بتخفيض ولا بس كون ان بدايه ان المراه تبدا <applause> تضع في سلطات او في اشياء تثبت فيها نفسها وتبدا تاخد جزء من الحريه لا بيكسر كتير جدا من الجزء من الاضطرابات النفسيه لان احنا لو جينا نشوف الحصرة على كل الاضطرابات للمراه هنلاقي بعدد كبير جدا منها اضطرابات وكأنك سواء كانت بتقولي ضمنيا ان المراه في المجتمع المصري مش واخده حريتها كامله هو اللي احنا بنشوفه في السنوات الاخيره لا بقى في حريه وبدات الحريه دي تساعد كتير جدا لو جينا تطرقنا لقبل كده لا هنشوف ان كانت نسبه الاضطرابات بشكل اعلى لان المراه ما كانتش واخده جزء كبير من الحريه كان في جزء من التسلط ومن القهر ولا زلنا لحد الان ده دا موجود داخل الاسر بقى يعني اللي احنا كنا ممكن نتكلم عنه اكتر كمان ان احنا فتح. داخل الاسر وصل لحد فين نفسيا بحيث ان ده كسرت بعض آه الاشياء عند المراه ان شاء الله في الجزء الثاني لكن على المستوى الشخصي لو حابه تقولي لا على المستوى الشخصي لا انا شايفه ان يمكن عن السنوات الماضيه يمكن من 2017 كمان لا في جزء ايجابي جدا للدعم النفسي للمراه من من جهات كتير جدا سواء من كانت وزاره الصحه او المجلس او لا اماكن كتير جدا بدات تقدم وتفتح مدارك كتير جدا للمراه يعني ساعدت في الجانب النفسي كتير قوي تمام أستاذنا حضراتكم في خروج لفاصل واعود ليكم ان شاء الله في الجزء الاخير ونتوقف امام بعض حصاد المراه بشيء من التفصيل فيما بقي معنا من وقت في هذه الفقره واصل ونعود اليكم بعد قليل. اهلا بكم الى الجزء الاخير ومباشره نعود اليك دكتور سهام. إذا كان لنا توقف بشيء من التفصيل أمام ما يمكن الالتفات إليه من إنجازات تحققت للمرأة في مصر في عام 2018 حضرتك تحدثت بشكل أشمل وعام أنه المرأة بقت تأخذ مساحات أكبر سواء في صنع القرار سياسيا سواء في المشاركة في الأجهزة التنفيذية إلى آخر كل الكلام اللي أشرت إليه لكن إذا كان بقى مزيد من التفاصيل في, في, في السياق ده انا عايزه اقول ان العام ده عام ادى فرصه كبيره جدا للمراه بالذات داخل المحافظات وخاصه المحافظات النائيه والمحافظات والسيدات اللي ما كانش ليهم يعني عايزه اقول لحضرتك ما كانش فيهم حاجه اسمها بطاقه رقم قومي م. فده كان اهم تمكين للمراه التمكين الاجتماعي والقانوني ان هي تحصل على بطاقه رقم قومي لان بطاقه الرقم القومي دي الفيزا اللي هتوصلها لاي تمكين سواء اجتماعي او اقتصادي او سياسي وبالتالي احنا كنا عاملين عمليه مسح لمحافظات مصر وجدنا ان اعداد كبيره جدا من السيدات ما كانش يملكون رقم قومي. تخيل بقى أن أنا سيدة موجودة في مصر لكن ما عنديش البطاقة الهوية بتاعتي فازاي هكون لي اي دور في مجتمعي م. فكان اهم دور أم يعني من الادوار المهمه اللي قام بها المجلس قوم المراه خلال السنه دي هو حصر عدد كبير للسيدات اللي موجودين بالذات في المناطق النائيه والمحافظات البعيده وايضا اعماق الريف وعمل بطاقات قومي ليهم استخراجهم وايضا الاوراق الثبوتيه اللي هي خاصه بوثائق الزواج ببطاقات شهادات الميلاد لان دي كلها اجراءات ورقيه علشان اقدر استخرج فيها الرقم القومي ده كان محور مهم جدا الى جانب محور التمكين الاقتصادي نسبه الوعي اللي قام بيها او نشر الوعي اللي قام بيها المجلس القومي للمراه داخل المحافظات وعمليه ايه؟ تحويل المراه الى انسانه منتجه، الاهتمام بالمراه المعيله وازاي امكنها من ان يبقى لها دور داخل مجتمعها، ازاي تبقى انسانه منتجه وليس مستجديه لل... ازاي احول الاسره كلها الى اسره منتجه، تنميه مهاراتها في مجالات كثيرة جدا سواء كان في مجال الشمول المالي في مجال الصناعات الصغيرة في مجال التدريب على إقامة مشروعات الجانب الخاص بي أيضا المشروعات الجماعية داخل البيوت أو داخل زي عايزة أقول لحضرتك فكرة إن إحنا إزاي نعمل التجمعات الاقتصادية الصغيرة داخل القرى والمدن الجزء ده المجلس القومي عمل جهد كبير جدا فيه اشتغلنا كتير قوي في محافظات مصر اهتمنا بالمحافظات المحرومه والمحافظات الاكثر فقرا اهتمينا بالمحافظات الحدوديه باعتبارها محافظات او سياج الامن القومي كان لينا اهتمام مهم جدا بالموضوع ده وعايزه اقول لحضرتك كان في حادث خطير جدا كان حصل السنه اللي فاتت اللي هي حادثه الروضه يمكن حضرتك يعني الاعلام المصري كله العالم كله اهتز حادثه مسجد الروضه فكان في جهد كبير قوي قوي للمجلس القومي المرأة بالتعاون طبعا مع الاجهزه المعنيه في مساعده هؤلاء السيدات تدريبهم الجانب النفسي عمليه الاعداد النفسي للاطفال اللي هم اللي كانوا موجودين والسيدات لان معظمهم فقدوا ازواجهم ازاي حولناهم الى ناس يعني منتجين وفي نفس الوقت قدرنا نساعدهم في ان هم يستخرجوا بطاقات ما كانش لكن في لكن مساله الاضطراب النفسي يمكن اروح فيها للدكتور بشكل اكثر تفصيلا دي كانت يعني موجود على اجنده اهتماماتكم في آه المجلس القومي المره الدعم ولا النفسي للاطفال ولا ده ربما للسيدات. يكون معنى ب الاطباء النفسيين لا لا احنا كنا بننزل عباره عن قوافل بناخد معنا اطباء نفسيين بناخد معنا اطباء بشكل عام في كل المجالات اخصائيين نفسيين بحيث ان احنا بنقدم لهم جانب من الدعم النفسي والمعنوي لانه سيدات واطفال فقدوا ابائهم وكان الموضوع صدمه صعبه يعني جدا يعني مشكله المراه بس فكره فقدان الاب او الابن ولا آه ما هو فقدان آه بقى كل شيء ما هو الاب يعني مصدر رزق يعني. انا تخيلت حضرتك ان انت تشيري مثلا لحاله من حالات الاست... عدم الاستقرار في الاسره المصريه ربما احنا هنا في البرنامج افردنا مساحات ربما على مدار شهر كامل تحدثنا فيه عن ملف الطلاق فكان ملف فيه تعقيدات كثيره جدا انا تخيلت ان يعني لا هو انا انا ضربت أنا المثل, المثل انا ضربت المثل بقريه الروضه باعتبار ان هي كانت نموذج لسيدات فقدوا اكثر من 500 زوج آه ما انا انا تفهمت المثال ده انا آه. بتكلم في عموم لكن عموم عموما مصر يعني. احنا تطرقنا برضو لان السيد الرئيس اشار الى موضوع ظاهره الطلاق اللي آه. منتشره في المجتمع المصري وبالتالي كان لنا دور في عمليه الدعم النفسي وعمليه التوجيه والارشاد الاسري حبيب. الارشاد الاسري من خلال برامج وندوات كنا بنقوم بيها نعم. داخل المحافظات وبالتالي توعية الشباب كمان المقبلين علي الزواج باعتبار ان مسؤوليه اقامه اسره تحت شعار لنبقي معا ازاي الشباب يتفهموا مشاكل بعض إزاي نفهم طيب بعض إزاي ربما نقدر نبني أسرة سليمة في إطار شراكة محترمة بيننا وبين بعض ربما دكتورة أيمان ممكن يكون عندها تفصيل أكتر فيما يتعلق بمسألة في الاضطراب الاضطرابات النفسي. النفسية هل, هل حضرتك بتشير إليه فعلا أو المرأة بتقع تحت ضغط منه بسبب مشاكل في محيط الأسرة م. ولا ممكن تكون ضغوط اقتصادية بالضبط هو بيلعب فيها أكتر من دور في الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والسيكولوجية للمرأة ويمكن الامانه العامه للصحه النفسيه ليها دور كبير جدا في التوعيه لبعض الاشياء للمراه والدعم النفسي ليها وكيفيه التعامل معها استاذه سهام زي ما اتطرقت في جزء في المجلس القومي كمان ملف خاص بوزاره الصحه لو يبقى فيها تعاون اكتر مع الامانه ومع الاماكن الخاصه بالمستشفيات الصحه النفسيه لتقديم الدعم النفسي للمراه على الاضطرابات لان حتى زي ما بتكلم ان من حته الفقد او حته عدم المساواه او او كل الكلام ده بيتطرق تحت اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمه اللي هي بنسبتها 20 وحوالي 4 من 10% لدى السيدات يعني دي نسبه كبيره جدا بيبقى فقد عزيز او او دخول في حوادث او صدمات جديده الاضطرابات هنا اللي حضرتك عليها يعني يعني ممكن توضحيها اكتر هل مثلا مساله الاكتئاب مثلا الاكتئاب ولا ضد المرأة ممكن نمسكها بالتفصيل لو يعني نمسك اه هي مش بالتفصيل كده قوي لانه الوقت الوقت <applause> <applause> تقريبا يعني قرب على الانتهاء في الوقت تقريبا <applause> 50 دقيقه يعني اه فمعلش احنا أن لحضراتكم ال برضه الوقت كان محدود بالنسبه لكم شويه يعني <applause> اه لو هنشوف عند المراه الاكتئاب ال ال اكتر عند السيدات او اضطرابات المزاج عامه لان المراه بتمر بحاجات كتير جدا بيولوجيه منها الدوره الشهريه والمراحل النمو المختلفه ومرحله البلوغ وما بعده عندنا في السيدات اكتر حاجه فيها الاكتئاب ما بعد الحمل او اثناء الحمل اللي هو قبل الولاده وما بعد الولاده ده نسبته حوالي 10 ل 15% لدى السيدات أه. الحاجات الثانيه الأكثر كتير جدا عند السيدات منها اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمه اللي هي 20 و4 الاضطرابات دي اللي هي عباره عن ايه ان انا فقد عزيز المرور بصدمات المرور بالوفاه بالحاجات دي كلها بس أه. هنا هنا المجتمع بريء من الضغوط ده يا دكتور يعني المجتمع م... في حاجات مش مسبب مباشر او مش مش هو اللي بيسبب الاضطرابات دي يعني الامور اللي حضرتك بتشوري ليها اصل انا تخيلت للحظه الاولى ممكن يكون الراجل عنصر اساسي في الاضطرابات اللي بتحصل للمراه في بعض الحاجات بعض العلاقات العلاقات زي ما حضرتك في حته الطلاق يعني احنا عندنا بس مش نسب الطلاق اللي هي الرسميه ده احنا م. كمان عندنا الطلاق النفسي داخل الاسر يعني آه. مع الرجل انا بقول لحضرتك قعدنا آه. حوالي خمس حلقات تقريبا اتكلمنا في الملف ده ما, ما سبناش فيه حاجه فدي حاجه مشتركه بين لكن العلاقات شيء في كويس انه يعني مش المساله كلها مش معلقه في رقبه الرجل يعني لا لا مش في رقبه الرجل فقط هي الرجل برضه يعاني من الاضطرابات زي ما السيده السادات بتعاني من الاضطرابات النفسيه لكن احنا بنتكلم ان جزء من الاثنين مشتركين في عدد من الاضطرابات النفسيه ده اكيد لكن ان في جزء كبير طيب من الاضطرابات الراجل برضه في... الاضطرابات النفسيه اللي بيتعرض لها الراجل ايه بقى. ما تهتموا بالرجل برضو وتعملوا له طبعا ما فيش حاجه لا هو الاماكن كلها بتهتم طبعا بنشر الاضطرابات بشكل عام يعني التوعيه من اجل الاضطرابات عشان احنا كنا بيكون الكشف المبكر عن اي اضطراب ايا كان سواء عند الرجل او السيدات او الاطفال بيكون النتائج ايجابيه اكتر وده اللي احنا حابه نتكلم فيه اكتر كمان الوقت ان احنا في بدايه العام الجديد ان الناس تاخد بالها ان في حاجات كتير جدا من الاعراض اللي بتبان دي اضطراب نفسي يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش ان في حاجات في الاضطرابات الشخصيه او اضطرابات لدى السيدات ان ده اضطراب نفسي محتاج علاج زي يا دكتور مثلا الهيستريكال الاضطرابات الهستيريه دي اكتر نسب بحوالي 30% لدى السيدات لدى الرجال مش موجوده الهيستريكال دي بتكون حاجات منها تفككيه وتحوليه وانواع كتير جدا زي ان المراه بيحصل لها اغماءات كتيره اضطرابات في المزاج اضطرابات في 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 المعده في الهضم استثارات غريبه حاجات كتير قوي دي بنسميها او الاغماءات الهستيريه او العمل الهستيري او ان يحصل لها شلل هستيري في الايد او في الرجل او في في جزء من الاعضاء في الجسم آه ده جزء خاص كبير جدا بنسبه 30% ده, ده السيدات الناس ما تعرفش ان ده مرض نفسي يعني الناس م. بتفكر اول حاجه ان في ال... ده عليها عفريت بقى والجن والحاجات اللي هي ب... بيتطرق ليها المجتمع الحالي بسبب قله التوعيه النفسيه فده اللي انا حابه ان احنا نقول ان احنا من خلال الاعلام كمان ان احنا ممكن ننوه عن انواع الاضطرابات النفسيه اللي موجوده وان الناس ان كل ما بيكون الكشف المبكر عن الاضطراب كل ما بيكون العلاج بتاعه اسهل كتير جدا سواء عند السيدات او عند الرجال او عند الاطفال م. بس ده ان شاء الله محتاج مساحات اكبر اكيد ده محتاج في كل الاضطراب نسبه بالتعامل معاه بالسيمتومز بتاع الاعراض وازاي نتعامل أه 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 وهكذا يعني فان شاء الله نشوف بحضرتك ان شاء الله مره ثانيه والدكتوره باذن الله في حديث ممتد سواء في قضايا المراه او فيما يتعلق بالاضطرابات النفسيه لان واضح حضرتك يعني طبعا على الاقل من خلال تخصص حضرتك انت متحمسه للموضوع ده انه يحصل في أه حاجات ايجابيه ان شاء الله في أتمنى 2019 أتمنى ان يكون في 2019 في خطوات ايجابيه اكتر للتوعيه والدعم من خلال الاعلام او من خلال الاماكن زي المجلس زي الامانه زي وزاره الصحه اماكن كتير جدا تعمل توعيه للسيدات وللاسر كمان علشان نخفف من حته العلاقات وكيفيه التعامل معها مع داخل الاسره نفسها لان الاسره نفسها لو كان فيها دعم نفسي قوي سواء في في تربيه الزواج او تربيه الناس وهي او النشء بتاعنا لا المجتمع هيبقى مختلف وكمان تبقى تعميم على المجتمع ككل أكيد. او على افاده المجتمع ككل شكرا جزيلا وكل سنه وحضراتكم طيبين مره ثانيه يا دكتور ايمان السيد استشاري الارشاد الاسري والمعالج النفسي شكرا جزيلا لك خلص شكرا لك دكتوره سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمراه شكرا, 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 جزيلا لك دكتوره عم. في الختام اشكركم مشاهدينا الكرام كل سنه وحضراتكم طيبين دقائق قليله تفصيل عن بدايه عام 2019 نتمنى ان شاء الله عام خير وسلام للجميع نلقاكم غدا في اولى حلقات العام الجديد كل سنه وحضراتكم بالف خير الى اللقاء